Donc, j'espère vous dire quels sont les cours qui achèvent. Surtout en ce qui concerne les expressions régulières et les automates. Parce que le cours, là, il repose sur les deux notions ado. Dis-moi les expressions régulières. Donc, je pense maintenant que c'est un problème qui permet l'expression. Ou d'ailleurs, il y a un TD. Il y a le module. On a des séries de TD, même bien les séries, qui est une série sur des expressions régulières et sur les automates. Mais à l'heure du temps, les squeaks, on va essayer d'avoir un petit aperçu, un petit rappel à travers les TD. Donc, le cours vous êtes invité à participer d'une manière personnel. Mais t'as ماشي حتى تنتظروا مثلا باللي نديروا كامل لي سيري دو تي دي ولا لي سيري دو تي بي ولا فو ديفي بارتيسيبي عاد شفتوا روحكم اللي عندكم امونك عندكم مشكل في كيك شوز ماذا بكم تتصلوا بطريقه من الطرق اي طريقه سواء عن طريق الميل سواء عن طريق عن طريق مثلا هذا لي مويان دو كومونيكاسيون اللي راهم متوفرين عندكم عن طريق الاتصال المباشر في القسم بعد ممكن بعد نتفقوا ربما الى كان لقينا في فرصه اننا نديروا حصص اضافيه اذا كان كاين بالامكان وما كان على بالكم الظروف يعني لا تسمح ب راح يكون فيها التعريفات يكون فيها دي رابيل دي نوسيون سور هذا الموديل هو الموديل دو كومبيلاسيون ناكد لكم يعني بلي سي موديل تري سامبل وشنو هي الطلبه هما اللي يصروا انهم يديروه موديل ديفيسيل الوغ كو ما كاش منها سو ني با ان موديل ديفيسيل سي موديل كي تري تري فاسيل يتطلب برك تركيز يتطلب انك شغل بين قوسين يقولوا تريجر روحك انه هو سهل هذاك السهوله والصعوبه ساعات تكمن في النفسيه تاع الشخص يعني كي يحب حاجه يسهلها على روحه يسهلها كي يحب يصعبها يصعبها شغل الزاويه اللي تنظر لها تنظر بها من خلالها تنظر بها الموديل اي موديل شو موديل سيستم اكسبلوتاسيون موديل كومبيلاسيون موديل تي اش ار موديل الزاويه اللي تنظر منها واستعدادك النفسي انك ما لازمش تسمع الطلبه الاخرين لو عندنا كيما صرنا المشكل هذا تاع ايزيل و اس اي جماعه تقول لك الايزيل وهاربين من الاس اي وما على باليش وداروا عليه قصه وداروا عليه اشاعات وبلي الاس اي سمو ديك كي ديفيسيل والايزيل الو كي ما كاش منها خلاص فدي بونتا واش تقرا قال لي يجيبوا لك مش عارف انا فيزياء نوويه تقراها عادي يصير في برك انك تتمكن من لي فوندمون تاعها De toute façon, le module de compilation est le SI. C'est un module qui est très très simple. C'est un module qui est aimable. Nous sommes très bien fait. من أجل أن ندي مهارة من المهارات إذا كان صح التعبير دكور إن كونيسونس أن بلوس دونك هذه حاجة مهمة بزاف بزاف تحضير نفسي إلى أي موديل إلى أي موديل هو صح ربما الإنسان كاين ساعات يخاف يخلع من الموديل يخلع من حاجة به يتعلمها ورقم سيتو في حياتكم في أي حاجة سواء في قراية سواء في رياضة سواء في مهارة من مهارات الحياة سواء في دونك تلقى دائما شغل إذا كان كنت مستعد لشيء هذا راح تفلح فيه وتنجح فيه إلا إذا بين قوسين وعلى بالناش من ظروف خاصة اللي ممكن تعوقك وهي ظروف ممكن تكون مادية ولا ممكن ظروف لكن الظروف النفسية اللي تقدر أنك دائما هي اللي الناس اللي يستسلموا لها الناس راح تكون أسوأ من العوائق المادية يعني النفسية تاعك هي الصح كاين تلقى كم من إنسان معوق ولا كم من إنسان ما عندوش إمكانيات مادية لكنه حقق شيء اللي ما حققوش إنسان
عنده الكثير كثير من الحوايج الإمكانيات وكثير من الحوايج المساعدة، ولكنه لا يقوم بشيء، ما يحقق ولو. وهذه معروفة ومش في حاجة باش نذكركم بها. هذه حوايج مهمة جدا لأي طالب وطالبة اللي حاب أنه يتمكن من أي فن من الفنون، نقول فن من الفنون معناتها علم من العلوم أو مهارة من المهارات، لازم يكون النفسية تاعو تكون مستعدة لهذا الأمر، ويكون يقدر هو يروض النفسية تاعو على أنها تقدر تقبل التحديات المختلفة، تحديات على مستوى التعليم، مستوى الحياة، السير في هذه الحياة. المهم هذه أمور نفسية ممكن تعرفوها بزاف وراكم تصادفوها بزاف، خاصة في وسائل التواصل هذه ولا في المحيط نتاعكم، كل واحد كاش المحيط نتاعو، لابد أنه كاين تجارب، كاين عنده وين يتلقى بعض هذا النوع من المفاهيم. دونك قلت الكومبيلاسيون سيت ان موديول كي ريبوز سور ان بيروكي اللي هو لا تيوري دي لونغاج. لا تيوري دي لونغاج بون انا نهضر بدارجة عربية فرنسي، باسكو جربنا نهضر بالفرنسي الطلبة لقاو صعوبة في الفهم، هضرنا بالعربية وقعنا مشكل مصطلحات وفهم. دونك معليش تقدروا مثلا من وقت لوقت يحب يسأل سؤال ولا يحب يطرح فكرة والله معليش يقدر يتفضل، ما كاين حتى مشكل. راه هنايا غنديروا ان سيونس بون جو بونس عندي بروبليم افيك لا كاميرا. دونك المهم ماشي الثيوري دي لونغاج. دونك الثيوري دي لونغاج لي لونغاج، لونغاج هي اللغات، معناتها كيفاش حتى وصلنا لفكرة لا كومبيلاسيون، شنو الشيء اللي خلانا نوصل لا كومبيلاسيون. دونك لا فوالا. الو دونك لا كومبيلاسيون قلنا جات من لا تيوري دي لونغاج. تيوري دي لونغاج هي ان تيوري بيان سي كلام كلمتين، تيوري اي لونغاج نظريه اللغات. احنا الهدف كامل تاع لي زانفورماتيسيان في الدومين تاع الانفورماتيك كانوا حابين انهم يتحصلوا على اله اللي تتكلم ولا تفهم الكلام تاع البشر. احنا دوكا في تعليمنا في مسارنا الدراسي تعلمنا في وقت من الاوقات تعلمنا اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه، اللغه الانجليزيه. هذه اللغات عندها قواعد، يعني ماكش راح تتعلم كل العبارات الموجوده في العالم ولا في الحياه، ماكش راح تتعلم المصطلحات، ممكن نقولوا احنا المصطلح، ولكن كما اللغه العربيه تركيب المصطلحات كما في العربية لتحديد المصطلحات تخضع إلى قواعد، منها كما التفعيلات، كما لما كاين نظريات مختلفة اللي ممكن نستفادوا منها أننا نزودوا الآلة هذه. إذا الآلة حبينا نديروا لها قواعد، بصح المشكل أن الآلة هذه ما هيش كما البشر، ما عندهاش مخ يعني ولا عقل يقدر يحلل ويقدر يربط بين الأشياء إلا ما نعلمها نحن. الشيء اللي نمدوه لها إحنا يعني هي اللي تقدر تخدم بها. إذا باش تخاطبنا الآلة، باش تخاطبوها وتخاطبنا، باش نعطوها لغة، لازمنا نحنديرو قواعد. في بعض اللغات الأولى، كانوا يستعملوا دي لونغاج يشبهوا دي لونغاج دو كوموند، المصطلحات يحفظوهم الناس ويستعملوهم جامدة. يسمى أي واحد يحب يتعامل مع الآلة لازم يكون حافظ هذيك المصطلحات وحافظ هذيك العبارات. هما حبوا يطوروا العمل، كان مشروع بالنسبة لتطور الإعلام الآلي، على بالكم الإعلام الآلي مر عبر دي جينيراسيون. الجينيراسيون الانفورماتيك عندنا بريمير جينيراسيون، دوزيام جينيراسيون، تروازيام، كاتريام، وسانكيام جينيراسيون اللي راها بقات ما شغل ما وصلتش. من بعد الفكرة هذه راحت تاع جينيراسيون جينيراسيون، راهم دركا في مجال مفتوح وين كاين تطور متواصل. لا بريمير جينيراسيون هي الاولى خلاص، كما كانت الاله الضخمه هذيك راكم شفتوها في الانترنت ولا شفتوها في الكتب، الالات الضخمه اللي كان لورديناتور كان الحجم تاعو بحجم تاع غرفه،
وكان الذاكره الثانويه كانت ما كانش، كانوا يسجلوا المعلومات يسجلوها على بطاقات مثقبه، ورق ورقه يثقبوها فيها زيرو ا زيرو مثقوبه ا مش مثقوبه، ويقراوا بها مختلف المصطلحات. دوزيام جينيراسيون جات فكره، اذا البريمير جينيراسيون كانوا فيها المصابيح، كانوا واحد المصابيح شفتو بلاك روبوا في الاجهزه القديمه، لي بوست ولي تيليفزيون القدم كامل، كانوا جو واحد لي لامب يستعملوا كريزيستونس، تلقاهم في السيركوي تاع التلفزيون تاع سموهم لي تيوب افيد، لي تيوب افيد هذو كانوا يديجاجو بزاف الحراره وكانوا كبار وتسحق مجموعه كبيره، بالتالي كانوا هذو الغرف هذو او هذو لي زورديناتور في الغرف ينتجوا حراره كبيره ويستهلكوا طاقه كبيره ويكلفوا كثير من التعب بالنسبه للعاملين على هذه الالات. طوروهم اكتشفوا الترانزستور في الجيل الثاني، في الجيل الثاني للحواسيب كان يتميز بلي ترانزستور اللي نحوا كثير من هذه المشاكل، وعوضوا هذيك المصابيح المفرغه، المصابيح المفرغه لي تيوب افيد، واستعملوا ترانزستور. الجيل الثالث نحوا ترانزستور واستعملوا سيركوي انتجري، كان سيركوي انتجري يسموه لارج سكيل انتجريشن لي ال اس اي. في الجيل الرابع ظهروا لي في ال اس اي، وين صغروا هذوك لي سيركوي هذوك، صغروهم بشكل كبير بزاف، يعني ولات تلفزيون ربما ولا سيركوي تاع هذا تاع التلفزه اللي كان الحجم تاعو قد محفظه، ولا دوكا تقدر تلقاوه في مجرد شريحه او لقاقه صغيره تلقى فيها كل تعوض عشرات الالاف من الترانزستور. الجيل الخامس فكروا قال لك رانا طورنا بزاف في الجانب المادي، جانب مثلا الاجهزه، علاه ما نفكروش نطوروا البرامج؟ اذا الاجهزه دوك ولات كاين، تقدر دير ديسك دور فيه دي تيرا مش عارف شحال تيرا، تقدر تستعمل ذاكره بعشرات الميجا، وتقدر تحصل على اي، ولكن يبقى دائما محدود بالعلاقه بين الضوء ولا الكهرباء ولا، يعني رغم ذلك يبقى دائما محدود. ففكروا انهم يطوروا الاعلام الالي، طوروه او طوروا الاجهزه بتطوير البرامج، يركزوا على البرامج. اذا انا نحصل بدل ما ندير سيركوي مثلا يعالج لي مثلا الكلام واللغه، نديرها برمجه، نديرها برمجيات. هو فيها كلام كبير هذه طول، كما كان عندنا الوقت كنا نقرأ خلال السنة وكان عندنا ما كانش كاين هذا الإجراءات الحجر الصحي، كنا نخصوا حصة أو اثنين ربما ساعات حتى ثلاث لندو جولة وسياحة كبيرة في هذا المجال، هذا في جانب التاريخ وتاريخ تطور للإعلام الآلي. إذن من بين الأشياء اللي باش نطوروها اللي هو كان الجيل الخامس اللي هو البروجي دو 5 جينيراسيون اللي كانت اليابان من بين زعمائه، وكان التركيز الكبير كان على استعمال لغه برولوج. لغه برولوج نظن فوتو اللي تعرفوها، برولوج هي برولوج مكونه من اختصار كلمتين، هي برو بروغراماسيون ولوج اللي هي لوجيك. بروغراماسيون لوجيك هو لغه ظهرت في فرنسا، ولغه منطقيه تخدم بالكلوز لوجيك. حبوا يوصلوا ان الكمبيوتر يولي كيما الانسان، هذا هو كان الهدف، انه يولي الحاسوب يولي كيما الانسان، يتفاعل معنا، يجاوبنا، يسالنا، نعطوا اوامر يطبقها وينفذها بدون ما نكلفوا روحنا نستعملوا لوحه المفاتيح ولا الفاره ولا. لكن المشروع هذا تعطل بزاف، ويعني هو باش يحكي والإنسان مش حاجة بسيطة، لكنهم توصلوا إلى إنجازات محددة معينة. دونك قبل قلنا كانوا يخدموا بلي زيرو والأم باش يكتب مصطلح ولا باش يكتب انستركسيون، دونك يفالي إفيدي دي زيرو إي دي أن، يولي واش يدير الإنسان. يعني كون جيتوا انفورماتيسيان في الوقت هذاك ربما قليل منكم ولا ربما بلك حتى واحد، ممكن حتى أنا، يعني اللي ممكن ينخرط في مجال الإعلام الآلي، لأن مش حاجة بسيطة. أنا به نكتب تعليمة ولي 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0، نغلط في 1 ولا 0 1 راح البروغرام كامل.
الو فكروا يطوروا لغه البرمجه بدل ما تخاطبنا مع الحاسوب بالزيرو زيرو، علاه ما نديرش لغه برمجه؟ وش هي لغه برمجه؟ نختصر هذا الزيرو والان. اذا عندي مثلا عندي حرف ا، حرف ا مثلا فيه 0 0 0 1 1 1 0 1، هذه السلسله تاع 0 0 1 1 0 0 0 هذه نديرها نعطيها سامبول اولي باش نكتبهم كامل، نضغط على حاجه ولا نكتب حاجه ولا نمدلو حاجه تعوض كل هذه السلسله من البيتات يسموا لي بيت. وعلى بالكم بلي لي بيت غيتهم في الموديل تاع لادو نورمالمون راكم فتو عليها في قداه الموديل منها لادو. كيف فكروا يعوضوا هكذا؟ مثلا زائد 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 عندها مجموعه من هذو، فكروا عليه مش نختصروا هذو لي بيت هذو نختصرهم ونحطهم في ديسامبول. الو بدل ما نقول له انايا 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 نقول له مثلا سامبول نمدو مختصر كلمه. اذا فكروا فكروا وداروا اول لغه وهي كانت ماهيش لغه بمعنى الكلمه، لونغاج لي يعوض هذو السلاسل، كان اول واحد واستعملوه في في الزورديناتور وكان عنده نجاح كبير في الوقت هذا. كش ما واحد يغري يقول لنا شكون هو اول يعني اي شكون يقول لنا شكون هو اول لونغاج اذا صح التعبير نسموه لونغاج يعني اللي استعمل كاختصار كبديل عن الصفر والواحد. كون زعيم يقول لنا وش اسمه. نعم بالعطر اسامبلاج. لا لا لاسامبلور صحيت لاسامبلور لونغاج داسامبلاج ولا لاسامبلور لاسامبلور. دونك نظن فتشتو مع لاسامبلور هذا قريتوه ربما ولا قريتوه منه شويه، المهم فهمتوا البرينسيب تاعه. سيتا لونغاج دونك يسموه انتربريتور. انتربريتور اش معناتها انتربريتور؟ معناتها الترجمه تاعو انيه لحظيه، في اللحظه هذيك كي تمدوا تعليمه اي انستركتور يطبق الانستركتور هذه، ما يستناش تكملوا البروغرام كما ممكن راكم ديروا في السي ولا في باسكال ولا تكتب برنامج كامل تكملوا بعد تقول له تنفيذ. بون لاصور كان فيها الفكره هذه مي كي يلقى مثلا خطا في انستركتور ما يكملش لا كومبيلاسيون. هذه راح نشوفوها من بعد الفرق بين ان انتربريتور وان كومبيلاتور. كاين فرق بيناتهم. دونك لاسومبلور كان اول بطبيعه الحال في البدايه بما انه كان بديل جديد ونح ارهاق كبير الناس اللي هي عاده شكون يفرح بالحاجه الجديده اللي ضاق الصعوبات الحاجه القديمه تما كي وينسالي تعب حاجه جديده جي هايله بصح الواحد اللي بعده كيشوف الحاجه الجديده اللي كانت مليحه للشخص هذاك اللي فات جهه عاديه هو لانه ماهوش شايف مثلا كيما دوك احنا جدودنا مثلا كانوا مثلا يتنقلوا بال كرمكم الله بالدواب ولا مشي على الاقدام. كي جاهم الكريش يعني حاجه خيرات ولا شريطه ولا يعني حاجه كان يعني انجاز كبير وفرحانين به وكل شيء وراضين به. احنا كي جينا بعدهم شفنا الموجوده شريطه موجوده كذا بصح بان حاجه ماهيش، لأننا ما عدناش الشعور هذاك بالفرق بين هذا وش حقق وش نحنا من تعب في ما سبق. ألور كي لاسومبلور مشى في الوقت الأول الناس خدمت به احتفلت به وجاب عدد أكبر من الناس لأنه كاين ناس مخا ما يسمحش أنها تتعامل مع الصفر والواحد. شاف لاسومبلور اللي عجبه حاجة مليحة يعني مع الوقت لاسومبلور ولا غير كافي ولا الناس والناس على بالكم كل ما تسهل له الحياه كل ما المطلب يزيد كل ما المطلب يزيد يعني يبدا يشوف حوايج اخرى. وهذا في حقهم يعني الحق يعني كذا تشوفوا تاعكم لاسومبلوتهم على بالي بلي الكثير منكم راه يذمر كي من الا البعض كما قلت قبيل يستمتع بالعلم هذا بالفن هذا من الفنون عنده حاجه ممتعه انه يخدم بها. انا نفكر لاسومبلور هذا ماهوش حاجه اللي مقنعة وكافية. وزيد حاجة واحدة أخرى ثانية، المتطلبات الحياة تتطور وتكبر بالتالي لازم لك تطور لها الوسائل اللي تعالجها بها. قالوا فكروا قالوا نديروا لغة برمجة اللي هي صح يعني وصلنا مش يعني لغة بمعنى اللغة. فكروا لغة برمجة سموهم لانجاج افون ايفولوي لانجاج ايفولوي. بدأوا بأول لانجاج
اللي هو على الشكل تقريبا يشبه الشكل اللي نخدموا فيه دروك، فيه لي ريستريكسيون، فيه لي بلوك دو بروغرام، وفيه اللي هو شكون هو اول لونغاج، شكون يقدر يقول لي اول لونغاج. وراه مازال لحد الان مستعمل في بعض ال... نعم فورتن. لا شكون هو فورتن؟ فورتن فورترون. فورترون بالضبط بالضبط، بارك الله فيك. العيطر لاباس من طالع شويه. اذا الفورترون هذا هو اول لغه برمجه متطوره بالمفهوم تاع لغه برمجه ايفولوي، متطوره ولا راقيه ولا ايش يسموها. اذا اخترعوا الفورترون. الفورترون هذا عنده ميزه، عليه الناس بقوا لحد الان يستعملوه. هو في السنين الاخيره هذه او ينحصر، بصح مازال باقي، مازال كما قالوا مازالوا عنده، مازالوا عند نفس، مازال راه يتنفس. علاه الفورترون عنده ميزه على غيره من لي بروغرام حتى لو كانت جديده. الفورترون هو اللي كمل عليه، يعني هو الماتلاب، لانه يتميز بالدقه في الحسابات في الارقام، يعني بدون منازع. الفورترون كان برنامج يعني بدون يستعملوه خاصه اصحاب الحسابات كما اصحاب الرياضيات الفيزياء اللي عندهم حسابات وعندهم معادلات رياضيه. فالفورترون بقى يقاوم الى وقت قريب يعني، ولكن الماتلاب اللي تقدر تقول باللي كان بديل قوي، منافس قوي للفورترون، فرض روحه في المجال في عالم الحسابات. بعد فورترون بداوا يظهروا لغات اخرى اكثر تطورا في مجالات علاه كان ممكن يتسائل يقول علاه كاين بزاف لغات برمجه مختلفه. لغات برمجه مختلفه كاين يحب التفرد، يحب يخدم حاجته، هذه اكيد. مثلا قالت عندنا في دوله خدموا، الدوله الاخرى تقول لك انا ثاني نخدم، ولا مخبر خدم حاجه، الاخر يقول لك من باب التنافس ونخدم حاجه خير. وكاين من جانب اخر انه ما كانش برنامج يلبي جميع الرغبات في مجال ما. دوكا تبدا تشوفوا علاه كما تنتموا دوكا ان شاء الله كيديروا لي ميموار تاعكم. هاي هنا نعطيهاكم من بين الحوايج ممكن ندرسوها في في في, في, في طرق تحضير المذكرات. كاين اللي يختار لغه البرمجه ومن بعد يروح يدير المشروع نتاعو، يقول لك يجي في البدايه كامل يقول لك انا سنه نخدم بالجافا، يجيك واحد يقول لك نخدم انا بالفلاتر. اي معليش عصام الفلاتر شنو هو الموضوع الخدمه تاعك؟ مازال نفكر، وهذا هو خطا يعني في الاصل. نعم جوزوا على الامور هذه بطبيعه الحال لان ضيق الوقت والطلبه، ويعني مازال ماهوش انسان في معترك الحياه العمليه. لكن هو الاصل انك تحدد المشروع نتاعك وشني هو. قال مثلا راح ندير تسيير، مثلا تسيير ندير لا جيستيون تاع اون انتربريز باغ اكزومبل، ديال جيستيون دان لوبيتال، ولا جيستيون دان ميزي، جيستيون دون سوسيتي. لا سوسيتي نحتاج جيستيون، ديجا كلمه جيستيون اي ديجا كلمه جيستيون. دونك جيستيون نختار ان لانغاج دو بروغراماسيون اللي يكون متوجه يعالج لا جيستيون اكثر مما يعالج حاجه واحده اخرى. دونك مثلا لا جيستيون نديرها بالجافا شويه، علاه؟ لانه لا جيستيون دي باز دو دوني، باسكو في الجيستيون لازم كي نتكلموا على جيستيون كوميرسيال ولا جيستيون ريسورس هيومان، ولا نتكلموا على باز دو دوني. معناتها لازمنا دي باز دو دوني، لي باز دو دوني كاين دي لونغاج دو بروغراماسيون يجي لهم خير من دي لونغاج واحد اخرين. مثلا كيما نقولوا حنايا عندنا مثلا في لا جيستيون مثلا عندنا ديلفي، عندنا ممكن فوكس برو، عندنا اوراكل اللي يستعملوه الامريكيين بشكل كبير كبير. واذا كان حبيت مثلا حاجه تاع مثلا كيما نقولوا تجري مثلا في الروبوتيك، في مجال الروبوتيك ما نحتاجش انا ندير فيه باش يجري لي الروبو. الروبو نحتاج مثلا لونغاج سي، مثال سي ولواحقه، ممكن جافا الى حد ما. حتى جافا دوكا تفرع عنده انواع من الجافا، فهذه الانواع على حساب الميل، على حساب واش تعالج. واحد يحتاج لانيماسيون الحركه، يدير مثلا باغ اكزومبل لا رياليتي فيرتوال، يدير مثلا لي جو، يدير يحتاج ممكن جزء ولا نوع من الجافا، والله نوع من مثلا لي لونغاج ديجيرو لي سي شارب مثلا.
فيتوجه الى ان لونغاج اللي حقق له يسهل هو. شنو نقول لكم؟ ماشي معناتها ما نقدرش ندير لا جيستيون بلونغاج الاخرين، ولا ما نقدرش ندير لا روبوتيك بلونغاج الاخرين، بصح المشكل انها تعبك ترهقك، لانك من بعد كثير من الانستركشن ماكش راح تلقاها، راح تضطر انك تبروغراميه من تحت، ولا انك تمبورتي دي 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 ابليكاسيون دي دي مورسو دو بروغرام اللي ممكن تلقاها، ممكن غراتوي ولا ممكن تشريهم باش تقدر تخدم بهم عمل معين. فوالا، دونك حنا بالنسبه للانجاج دو بروغراماسيون نقولوا كاين تطور، كاين تنوع، شفنا سبب التنوع، شفنا سبب التطور. الان كيفاش حتى جات لا تيوري دي لونغاج؟ حيت لونغاج دو بروغراماسيون هذه يخضعوا لواش؟ يخضعوا اون تيوري. دونك انا باه ندير اون انستركسيون لازم نديرها قانون. قانون كيفاش نكتب هذه الانستركسيون؟ دونك باش نكتبها نعطيها قوانين اللي راح تكون هي الكومبيلاسيون. دونك نجول لا كومبيلاسيون خلوها على جهه ونجول التيوري دي لونغاج. دونك باش نهيئ انا باه نخدم ان لونغاج يكون خاضع علمي بطريقه علميه، ماشي برك نجيب انستركسيون من راسي ونحط ونقول شوف هذه الانستركسيون راني نديرها كي نحب ندير كذا، وهذه نديرها كي نحب ندير كذا. ما تولي فوضى بعد، تولي في كل حاله تخترع حاجه جديده باش تحقق العمل. دونك لازمي قاعده، كما في العربيه مثلا عندي قاعده كيفاه نكون الجمل، كيفاه نكون مثلا النص، كيفاش النقطه الفاصله، المبتدا الخبر الفاعل مفعول به، كيفاه نركب الجمل. دونك جات لا تيوري، نظريه اللغات اللي هي متعلق بلغات البرمجه. من بين الادوات ومن بين الاشياء اللي ممكن نحتاجها وباه نفهم بها مليح لا تيوري دي لونغاج، سي لي نوسيون دو ديكسبريسيون ريغولير، اكسبريسيون دوتومات، لي اكسبريسيون دوتومات ابيل. راني ساعه نتوقف، راني شغل عندي طلبات نتاع زملائكم باه يلتحقوا. فوالا، دونك قلنا لا تيوري دي لونغاج. دونك بالتالي مليح كون ترجعوا ليها تشوفوا على الاقل لي اكسبريسيون ريغولير. هو موديل بسيط، يعني بسيط جدا، يعني اللي يحتاج مجهود خفيف يعني باش تقدر تفهم هذا الموديل هذا. دونك لا كومبيلاسيون سي كوا؟ شنو هي لا كومبيلاسيون؟ لا كومبيلاسيون هي لما نكتب ان لونغ، نكتب ان بروغرام بان لونغاج بروغراماسيون، واش راح نديرو بطبيعه الحال؟ راح نمدوه للاورديناتور، ولا راح نكتبوه في الاورديناتور. حنا دوكا واش نكتبوه مباشره في الاورديناتور؟ ونعطيكم معلومات هكذا، معلومات عامه بالنسبه لكتابه عن بروغرام. قبل بكري كانوا الناس ما يكتبش مباشره البروغرام تاعو في الاورديناتور. حنا دوكا خلاص دوكا نجيو نقابلو الاورديناتور، رانا قاعدين بالساعات الطوال ونكتبوا في البروغرام تاعنا في الميكرو ونسيو فيه ونعاودوا. الو كل الاصل انك البروغرام تاعك تكتبه على ما بيدك، تكتب الالغوريثم، وبعد الالغوريثم تحولوا الى لغه البرمجه، لان الالغوريثم يجيك اسهل، تكون عندك فكره العامه. كي تحب ترجعها للغه البروغراماسيون تولي قضيه مصطلحات، تغير برك المصطلحات لي انستركسيون لي سو بروغرام، وتحطهم في بالطريقه اللي لونغاج راك خيرته. الو من بين الاسباب يكتبوها على ما، اذا شتي الفوائد عنك تكتبها على ما؟ اولا ما تقابلش بزاف الاورديناتور، يعني تحافظ على عينيك، على صحتك، تحافظ على مده تشغيل الحاسوب اللي راك. احنا دوكا تقريبا مانيش نشوفوا لهذا الجانب، لانه يعني في وقت مضى كانت مكلفه، كانت الكهرباء مكلفه، كان في بعض الدول اللي يديروا حساب كثير الكهرباء. احنا الحمد لله عندنا كهرباء بالنسبه لنا في بلادنا رخيصه، لكن في بلدان اخرى مكلفه، مكلفه، وكل لامبا شعلها يدير لها حساب. لا ولفنا هذا الاخر، الوام شاعلين والموتولات نايضين والتلفزيون يبات شاعل والواحد لا يشخر والتليفون راه مش عارف شحال داير فيه وراه يمشي الى اخره. سما عندنا استهلاك مفرط نتيجه نقولوا احنا مش غالي الى حد ما، ماشي غالي كما بالنسبه للدول الاخرى. وفي وقت مضى كانت حتى الحواسيب كانت ماهيش متاحه كما دركا. انا ممكن وصلت حوالي فتره قصيره على كل حال، وين الحاسوب عندك بالوقت، عندك في الاسبوع عندك كذا ساعه، ممكن ساعه ممكن ساعتين على حسب العدد تاع الطلبه وعلى حسب. بالتالي بنولي انا كي ندخل الحصه هذيك
ما لازمش يروح في الوقت. ميم انتوما دروك عندكم لي سيونس دو تي بي في الاسبوع ولا زوج، ماذا بك الوقت ما يروحلكش وانت قاعد تكتب البروغرام. اخدم البروغرام تاعك في الدار ولا اكتبه وجيبه خلال الحصه تناقش مع الاستاذ وتصحح تسقم البروغرام تاعك، تكون رابح كثير كثير من وتكمل بروغرامك بشكل يعني خير من غيرك من اللي خلاه حتى للحصه. بل اكثر من ذلك، عندي طلبه خلال السنوات الماضيه في كل عام تصرى هذه، يجي طالب يجي الميكرو تاع الصال تاع قاعه التطبيقات، يجي بسم الله فتح يا رزاق يبدا البروغرام، ديري البروغرام الفلاني، يبدا يكتب من جديد. بعد الحصه الجايه واش يجي؟ لا فلاش ديسك لا ولا يصوف غاردي. وكيف يصوف غاردي؟ اما يصوف غاردي في بلاصه اللي ممكن يجي واحد اخر يمحيها له ولا يجبدوا ويستعملوا، ممكن حتى من زملائه، ممكن ما يصحلوش الميكرو هذا في حال في بلاصه واحده اخرى، وممكن يمدلو اسم. هذه ثاني مهمه بزاف النقطه هذه، خاصه بالنسبه لان انفورماتيسيان راكم لوكا طوازيام اني راح تكونوا دي ليسونسي وتخرجوا للحياه العمليه، ولا ممكن تكملوا في الماستر وتكون في يوم الايام راح تمارسوا هذا الامر هذا في العمل تاعكم. بهذا حذاري حذاري من تسميه لي بروغرام ولي دوسي باسماء ما عندهاش معنى. واحد يسمي خليها نوفو دوسي ولا نيو دوكي نيو ديريكتوري ولا وش يسميه، واحد يسمي 1 2 3 4 5، واحد يسمي ا بي سي دي اف. ومن بعد هذه بحضور يعني كاين ساعات الطلبه يجي يبدا يحوس واش سميتو البروغرام واش سميتو البروغرام. الوغ البروغرام ان انفورماتيسيان كي يعني اللي يسمي روحو صح انفورماتيسيان، انه يمد لكل شيء يمد اسم عنده معنى. الريبرتوار تاعك تعطي له اسم، واسم ماشي اسم وخلاص، سمي اسمك مثلا قال مش عارف انا قال بن العيطر، نسمي الدوسي تاعي نسميه بن العيطر. ومن بعد بن العيطر هذا عنده هذا مكانه، بن العيطر عنده كتب، عنده برامج، عنده فيديوهات، عنده صور. هذا به ينظم العمل تاعو ويسمي، ولا كان حاب يسمي بن العيطر وعجبته يسمي بن العيطر ويدير قدامها حاجه بن العيطر فوتو، بن العيطر فيديو، بالعيطر فيلم. دونك ماذا بكم التسميات هذه وتكون اذا الدوسي لو بروغرام ولو لو فيشي ولو بروغرام واللي فاريابل. لي فاريابل حنا ممكن نتوما راكم درتو دي تي دي درتوهم بدي بروغرام صغار دي تي بي دي بروغرام صغار هكذا، ممكن ما تحسوش لا فاريابل تاعك يكفي انك تطلع الفوق وتشوف الديكلاراسيون تاعها ولا تعرف شنو هي. مي اتونسيون مثلا دوكا البروجي تاعكم راح تخدموه، مهم جدا 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 انكم تسموا لي فاريابل باسماء عندها معنى. قال مثلا عندي انايا ان فاريابل راح نخدم دلتا، لان الدلتا تاع ليكواسيون دي سكوند دوغري علاه نسميها دلتا؟ ما المانع؟ علاه نسميها ا بي سي دي ولا نسميها تريك؟ نسميها دلتا. عندي راسين بريمير راسين ان مثلا ديرها ار ان، ولا هذا في اسوء الاحوال نسميها ار ان، مع ان ار ان ماهوش يعني ار اس مثلا، ولا نسميها راسين. ولي فاريابل تقدروا تسموه دركا، بكري كانت محدوده في وقت الاول كانت لازم لا فاريابل فيها 8 حروف برك، دركا عندك عندك ليبر شوا بون حسب لي لونغاج دو بروغراماسيون كاين يروحو جوسكا 12 14 فاريابل ممكن كاين بلوس. المهم دونك هذه نصيحه يعني بالنسبه لكم اللي راح ممكن ماذا بكم تعملوا بها وتولفوها، لان هي بدايه جاكم صعيبه اي حاجه ماكمش مالفينها. وهذا هو المشكل تاع كثير من الناس، لو دائما يحب يقعد في كيما راه يقول لك يخاف من الجديد، يخاف لو كان يبدل حاجه يطورها يحصل. واحد مثلا مش عارف انا عنده طريقه في الكتابه وقعد فيها هكذاك من خطو مثلا، يهاب يطور خطو انه يتعطل ما يكتبش بسرعه يولدي، فيبقى دائما في نفس النمط. اذا ماذا به لازم يتحدى نفسه ويحاول انه يغير الشيء اللي راه فيه. حوايج كثيره في حياتك سواء في 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 هندامك في جسمك في 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 معاملاتك مع الناس في طريقه في كلش في اللبسه في طريقه القرايه في طريقه، فمليح الانسان يحاول ولكن بطرق مدروسه
طبقة مدروسة، ما يكونش إنسان مثلا كان مش عارف أنا الهضرة مثلا، كان يهضر عادي وبعد يروح يحاول يهضر بلهجة تاع قوم آخرين مثلا في بلايص أخرى، يحب يهضر أجيرو ولا تذهب له كي هضرته كي هضر، وما يتقن الهضرة هذا مثلا تاع ناس الغرب ولا ناس الشمال ولا ناس الجنوب، الجنوب قليل ولا غادي يقلدهم، عايش تقلد تاع الشمال والغرب. الوغ نرجعوا لا كومبيلاسيون. دونك حنا كي نكتبوا ان بروغرام بان لونغاج معين، واش نديروا واش نحتاجوا؟ كي لاحظتوا كي تعود عندكم ان بروغرام بالباسكال ولا ان بروغرام بالجافا، ما تقدرش تنفذوا ما تقدرش تمشيه الا اذا كان جبت ابليكاسيون بروغرام ولا لوجيسيال اللي اسمه مثلا، مثلا عندك بروغرام بالسي لازم تجيب السي باش يمشي لك البروغرام، عندك بروغرام باسكال لازم تجيب مثلا ديلفي ولا تجيب تيربو باسكال ولا تجيب اللوجيسيال هذا باش يمشي لك هذا البروغرام. وشنو هو هذاك اللوجيسيال اللي نجيبوه باش يمشينا به البروغرام؟ سي كوا؟ سي ان كومبيلاتور، هذا هو الكومبيلاتور. دونك حنا قبل ما ناخذوا ان بروغرام بالسي راح نلونسيو سي بلس بلس ولا بوران سي ولا سي شارب ولا سي كذا، ومن بعد نعطوا له لابليكاسيون نعطوا له البروغرام تاعنا باه ينفذوا. كي نقول باه قبل ما ينفذوا باه يقولوا باه يكومبيليه باه يديروا لا كومبيلاسيون، باه يديروا لا كومبيلاسيون. حنا في الموديل هذا راح نقراو كيفاش يخدم هذا الكومبيلاتور، هذا الكومبيلاتور اللي هو السي ولا الباسكال ولا جافا ولا غيره، كيفاه راه يخدم، كيفاش راه يقرا البروغرام تاعنا، كيفاش راه يحلل فيه وكيفاش راه يصحح فيه باش من بعد ينفذوا لنا ويخرجوا لنا يخرجوا لنا ريزولتا. كي نقول ريزولتا، ريزولتا يقدر يكون ريزولتا مرئي هكذا، ممكن اون انيماسيون، ممكن يكون اون فالور، ممكن يكون اون اكسيون. في حاله الروبو مثلا، حاله الروبو تعطي له بروغرام يمشي هذاك الروبو، دونك لو ريزولتا سي ان موفمون. مثلا عندك بروغرام يخرج لك ان بلون، يخرج لك بلون تاع اون ميزون تعطيها له بشكل مع اون 3 دي ويعطيها لك اون 2 دي، هذه سي اون ايماج، لو ريزولتا اي اون ايماج. الهضره مثلا تمد له بروغرام، تمد له باغ اكزومبل اون كيستيون، هضرها له قال ما اسمك مثلا، يرجع لك سو فورم سونور. دونك لو ريزولتا سي ان سون، سي اون اكسبريسيون سونور وهكذا. دونك لو ريزولتا ما لازمش دائما نخمو بلي لي ريزولتا تاع الاورديناتور راه راه حاجه يكتبها لك مثلا ريشيرش تاع اسم تاع شخص ولا لا، يقدر يكون بحوايج مختلفه في وزين مثلا في مصنع سيارات مثلا يخدموا ان بروغرام، ولا في مصنع تاع يخدم دي بيس، لو بروغرام تاعك تعطيه له، تعطيه لي دوني اللي عندك تعطيهم انت، هو الشكل 3 دي تاع لا بيس ولا العكس، تعطيه الشكل 2 دي، تعطيه البلون تاعها 2 دي اون دو ديمونسيون، بلون كيما البلون تاع دار او يجي في ورقه، وبعد الماسو يحط يخدموا على شكل 3 دي بقراءه الشيء اللي هو 2 دي اللي هو البلون. لا لا لا، في المصانع ولا في بعض لي زابليكاسيون تجيبوا اون 2 دي، تمدوا مثلا بلون تاع دار اون 2 دي ويرسمها لك اون 3 دي، اون بيس تاع سياره كيف كيف تعطيها له اون 2 دي ويخرجها لك اون 3 دي، ممكن حتى يطبعها لك يخرجها لك ملموسه تشوفها، يعني تشوفها تلفتها بيدك، لان كاين ذوك الطابعات اللي يطبعوا الاشياء، يطبع لك القطع الغيار، يطبع لك كثير من الاشياء، كثير من الادوات، كثير من الاواني، حوايج ديكور، حوايج قطع تاع سيارات، طائرات وغيرها. دونك لا كومبيلاسيون لو كومبيلاتور سي لو تريتمون دو بروغرام تاع لوتيليزاتور و سا ترانسفورماسيون من لونغاج ايفولوي فير ان لونغاج ابانيفو، اللي هو لونغاج بانيفو، اللي هو لونغاج اوبجي، اللي هو لونغاج ماشين. و لو لونغاج ماشين سي كوا؟ هو لو بينير اللي هو الزيرو والان. دركا ما كانش في العالم كامل، في الحياه كامل اورديناتور ما يخدمش بالصفر والواحد، ما كانش
داخل بون كي نقول لكم ما كانش يعني خلينا نفتح مراكز البحث وين يخدموا بالفيزياء الكميه لا فيزي كونتيك ويخدموا كاين واحد ولا كاين اللي يخدموا ب عندهم طرق وابحاث مازال فيها في طور البحث. معليش احنا نروح لها مستعمله معليش نغير العباره جل لي زورديناتور اغلبيه الساحقه تاع لي زورديناتور يخدموا بالصفر والواحد. احنا باه ما نستعملوش صفر وواحد باش نحصلوا على العدد الشيء اللي نحوسوا عليه نكتبوا بلونغاج ايفولي. بصح الاورديناتور ما يفهمش هذا اللونغاج ايفولي راه الاورديناتور ما يفهموش. شكون اللي يفهموا له؟ يفهموا له الكومبيلاتور. الكومبيلاتور هو وسيط وسيط بين ليتيليزاتور اللي هو احنا لي زيما والاله يحولها لو بروغرام اللي عطيناه لها سو فورم دو لونغاج ايفولي الى لونغاج ماشين. واضحه الفكره؟ اي عمل اللي عملوا فيه دركا مثلا فيسبوك والله انستغرام بليت ما بزاف تعاملوا بهذا الحوايج هذو دائما حاضره في في في, في ذهنكم. الفيسبوك هو برنامج والبرنامج هذا كل نطلع عليه الاورديناتور ندخلوا داخل نغوصوا نلقاو اصفر 01 01 01. شنو هي دوكا؟ ممكن واحد يسالني يقول لي كيفاش فيسبوك ولا كيفاش مثلا بروغرام اللي بروغرام على باليش انا اي بروغرام نستعملوه كيفاش ما نستعملوش كومبيلاتور باه يمشي يا اخي سيستم بروغرام. شكون يقدر يجاوبني على هذه اللعبه؟ مثلا نجيبو ان جو مثلا كاين دي جو مثلا تجي تكتب اسم جو تلونسيه يمشي. وحنا خي قلنا بلي الاتيزار كيحط ان بروغرام لازم يفوتو على كومبيلاتور باه يمشي له. واش صالو هذا الجو ولا هذه لابليكاسيون؟ علاه ما نحتاج لهاش ان كومبيلاتور باه تمشي؟ هيا نسمعوكم شويه باه بلاك رقم مليتو شويه ولا نهضر نوعو شويه واحد يهضر لنا. شنو الفرق؟ شنو الفرق بين البروغرام تاعي انا اللي خدمته مثلا خدمت تي بي رحت خدمت بروغرام يحسب ليكواسيون لي سكوند ديغري. بصح كل ما نجيب بروغرام تاعي هذا لازم نجيب له لونغاج سي وباه يمشي لي. واحد اخر يجيب بروغرام يجيب بروغرام ويلونسيه مباشرة يمشي له بلا ما يحتاج السي. شنو الفرق؟ لا إجابة. خي ماكمش راكم حاضرين ما كانش ما رقدتوش ولا هيا بالعيطة. كومبيلي من قبل مليح كومبيلي من قبل بصح كومبيلي كيفاه كومبيلي الاخر ثاني انا نكومبيلوه وننفذوه. هاي ندى الفكره تقريبا راك تحوطي على الفكره. كومبيلي من قبل بون شوفوا في البروغرام عندنا نوعين يعني بون كاين انواع عموما من ناحيه صهيب لانه متوافق مع الكومبيلاتور تاع النظام. شوف اولا النظام ما عندوش كومبيلاتور و ما نقولوش كومبيلاتور تاع النظام. الفكره راك قريب بصح التعبير عنها خاطئ مش متوافق مع الكومبيلاتور. اصلا النظام ما عندوش الكومبيلاتور. النظام سيستم ديكسبلوتاسيون بون كي نقول كومبيل ماهوش الكومبيلاتور متوافق. المتوافق هذيك نحب نبحثوا فيها كيفاش متوافق ما معنى هذاك التوافق شنو هو؟ شيخ شغل البروغرام تاعنا كتبنا بالسي ولا اي لونغاج شيخ باش يولي ترونسفير مع الشيخ لونغاج وحده في ماشين ما طلعش نلعبوا على السي ديريكت راح الماشين
راه شويه الصوت تاعك شويه ماهوش واضح مليح محمد، حاول كيفاش الشيخ. زعما عندنا بروجرام ايه بشحال من لونغاج الشيخ، واش كاين هذه قلتي؟ الشيخ زعما نعطي مثال، ايه مثلا عندنا مشكل ولا بروبليم كتبنا بشحال من لونغاج الشيخ، لا ماشي اللي عنده كيف كيف الشيخ، وهذيك مرحلة ما نقدرش نعبو عليها تاع الشيخ تاع الكومبيلاسيون. صافي كيف كيف مع لونغاج ماشين قلت لي هكذا. نورمال ماشي اها ما بغاش كومبيلي ترجم في هذاك البروغرام هذاك الشيء. هاي تقريبا لك تقريبا في راك في المسار، راك في المسار. شكون اللي عنده إضافة؟ كاش عنده إضافة؟ بون حنا في لي بروغرام عندنا، تقدر تقولوا بلي عندنا يا ابن عيسى نرحبوا بن عيسى، اهلا وسهلا. لو بروغرام تقريبا عندنا نوعين، من حيث كي نقول نوعين كاين تقدر تصنفهم انواع مختلفه على حسب التصنيف، بصح من ناحيه الكومبيلاسيون كاين نوعين. كاين البروغرام كما قلت قبيل كومبيلي، وكاين بروغرام نو كومبيلي. صح، المعنى واش معناتها؟ ان بروغرام نو كومبيلي ان بروغرام مازال على الشكل نتاع لونغاج ايفولي. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. دونك ان لونغاج نون كومبيلي، دونك واش يولي كي نمدو لورديناتور راح يجي لورديناتور على شكل لونغاج دي مو دي زيكسبريسيون، يلزم لي نترجمو الى لونغاج ماشين باش يقدر لورديناتور يتعامل معاه. بصح البروغرام الاخر اللي نحكو عليه راه ان بروغرام كي ديجا كومبيلي. واش معناتها اللي ديجا كومبيلي؟ معناتها راه ديجا اون لونغاج ماشين. على بها كي نفتحوا حنا البروغرام تاع السي نقدروا نقراو ونلقاو عبارات مثلا بوتس مثلا، والله مثلا بصح الاخر ما نقدروش. كنا نفتحوه هنا نلقاو فيها رموز، برك نلقاو رموز. كنا نفتحوه كما ان اديتور، كما نفتحوه باديتور نلقاو غير رموز، البوان ديكسكلاماسيون، بوان دانتيروغاسيون، بوان اكس ايغريك خلطه. علاه؟ باسكو راه اون بينير. دونك لو بروغرام هذاك راه ديجا اون بينير. نعطيكم دوكا مثال من الحياه اليوميه، ندو مثال خي فطرتو كامل يا اخي، صح عليكم ان شاء الله. انا كان فطرتو راح نحكي لكم على الماكله شويه باه ما تجوعوش. دوكا في الماكله حنا كانسان دوكا كناس كبشر، الجسم تاعنا كي نشوفو الداخل كي نشوفو في المسارات نتاع الدم تاعنا ولا في صح، حنا نلقاو اكل أكل سيركيري داخل ماكلة ما كانش. إحنا جو عبارة عن عناصر مكونات اللي استخرجها الجسم من الأكل. دونك إحنا كي نجيبو أكل مثلا نجيبو كاسكروت شاورما مثلا ولا حبابة نان مثلا، كي ناكلوها في البداية ماهيش راح تروح على شكل بنان ولا على شكل شاورما ولا على شكل جازوز ولا على شكل، تروح تمشي في العلوق نتاعنا، راح تفوت على عدة مراحل في الجسم. والمراحل هذيك تحولها خطوة خطوة حتى ترجعها إلى عناصر يقبلها الجسم، يقدر يتعامل معها الجسم. تروح على شكل دي 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 غليسيد، على شكل دي بروتيين، على شكل وتولي تركيلي في جسم الإنسان. دونك هذه سيتي كومبيلاسيون. دوكا تجيب اي بروغرام، اي اكل، اي نوع من المأكولات تلقى مختلف الوانه، هذا تفاح، هذا بنان، هذا حليب، هذا
هذا محاجب هذا. ف كي يكره الانسان يفوتوا على ديزيتاب، يفوتوا على مرحله التحويل، تحول الى الشيء اللي يعرفه الجسم، يعرف الجسم، يعرف الاملاح هذيك، السكريات، البروتينات، يعرف وكاين اشياء نجيبوها مباشره بالشكل هذاك نحقلوها عن طريق الحقل، فالجسم مباشره يستهلكها. اذا هذاك التحويل اللي يديره الجسم هذاك في الـ في الـ في الـ في العنصر الاخر اللي على شكل سيروم ولا على شكل حقنه ولا على شكل هذاك، رانا حنا حولناه خارج ولا استخرجناه ولا خارج الجسم وعطيناه مباشره للجسم. كذلك الاورديناتور الداخل راه يصير كي غير صفر والواحد فقط، ما كاش حاجه اخرى في اللي يشاركوين تاعو. دونك بصح الاشياء اللي تجي مختلفه، تجي تاع الصور، تجي ديزانيماسيون، يجوا فيتحولوا الى صفر واحد باه يقدر يتعامل معهم الحاسوب. دونك هذا الفرق بين البروغرام اللي يكون يحتاج ان كومبيلاتور، راني مانيش مكومبيليه، مانيش محوله الى لونغاج ماشين، اشاك فوا نفذوا ومن بعد دونك لا كومبيلاسيون. بصح يقول لي واحد كيفاش البروغرام هذا كي كومبيليناه علاه ما قعدش بينار؟ ما يقعدش بينار باسكو انت ما قلتوش، ما طلبتش من الاورديناتور ان يحولك الى بينار. تبعوني مليح، دونك انا عندي ان بروغرام كتبته في ان كومبيلاتور، واش يصرى كي ننفذوا في اللحظه هذيك اللي ننفذوا يتحول الى بينار؟ وين؟ في الميموار سنترال، ما يروحش الميموار سيكوندير، ميموار سنترال. كي ننفذوا ونكمل نعاود نرجع البروغرام تاعي خلاص، ما يبقاش الميموار سنترال البينار هذاك، يعاود يتنح في الميموار سنترال. كاين سيستم ديكسبلوطاسيون يجيري لا ميموار يفرغ ويحط باش يطشكو، ما كانش هذا سيستم ديكسبلوطاسيون الا هي نظام ميموار قرا الميكرو ميك فينا والو، كراك ما تقدرش تفتح قداه الابليكاسيون في نفس الوقت و... مرحبا بك زرو، اهلا وسهلا. دونك واش نديرو حنا في لي كومبيلاتور هادو؟ كاينه واحد لوبسيون في اي كومبيلاتور، في اغلب لي كومبيلاتور اوبسيون تقول له كومبيليه لي او ميموار ولا كومبيليه لي سور ديسك. كي كومبيليه او ميموار يبقى دائما كيما راه، يتنفذ في وقت التنفيذ يتحول الى بينار، ينفذ واش نحوس ويعاود يرجع ويعاود يتنحى هذاك البينار. اما اذا كان حبيت نثبت كي كومبيليه يروح يحط نسخه من البينار هذاك، يحطها في الديسك دور ولا في الفلاش ديسك ولا وراكم قاعدين تحطوا في ميموار سكوندير. هذاك اللي يحاولوك يحطو تقدر تستعملو مباشرة خط أخرى بلا كومبيلاتور. دونك في لا بروغراماسيون كيفاش نحصلو على لي زابليكاسيون هادو؟ نخدمو نبروغرامو، نخدمو لي بروغرام، نسيوهم، نشوفوهم، نوريهم لأصدقائنا ولا للمشرفين علينا، ولا يصحونا يعاونونا كذا، طلع هبط زيد نقص منا منه. لما يكتمل البروغرام ونعرفو باللي راه واجد ونقدر مثلا رايح نبيعو مثلا ولا رايح نسلمو للإدارة مثلا ولا رايح نحطه في الانترنت بهي يتري شارجوه الناس مثلا، تا نقول له كومبيليه لي سير ديسك سير ميموار سكوندير، يولي النسخه هذيك اللي كان يديرها فيها سيستم ديكوتاسيون يخدم بها ومن بعد يتخلص منها، يولي ثبتها. كي ثبتها يعطيها اسم، والاكستنسيون تاعها تختلف، ما تكونش مثلا سي سي بي مثلا ولا تكون سي بلس بلس، ولا تكون اسمها .exe. كلمة إكس تروحوا تلقوا دي بروغرام بزاف إكس إر. بإسا جيتي متأخرة، كان جيتي قبل كنت عارفي وش أنا هدرنا كيفاش على الموديل هذا. رانا مشينا دروكا، رانا من بعد كش ما عندك من خلال الهدرة حاولي كش ما تستنجي وعندك أسئلة محددة أطرحها. قلنا يولي الاكستنسيون تاعو اكس او، اكس او معناتها اكزيكيوتابل، اكزيكيوتابل ابل في الفرنسي كاين حاجه تخص بابل معناتها قابله لكذا، معناتها حاجه اكسبتابل، حاجه نقدروا نقبلوها، حاجه ريبارابل، حاجه لا يمكن ولا ريبارابل يمكن تصليحها. داكور؟ اذا بدينا على 9:30 هكذاك ولا نشوف بعض الأسئلة.
ايه البروغرام كاين كومبيلوه سور ديسك، كاين كومبيلوه سور ديسك كيولي عنده اكستنسيون او اكس او، كيولي اكستنسيون اكس او ما نقدرش من بعد نقراوه بصح، بصح شنو تبقى عندنا النسخه نتاعو الاصليه. شوف يولي ولا زوج ماشي هو نفس البروغرام، شنو اللي يتحول كي نجيب بروغرام ليكستنسيون تاعو سي بلس بلس بي بي مثلا، كي نفتحو باي اديتور نقراه نلقى كتبه عاديه نلقى ا بي سي دي اف نلقى كي كومبيليه يدير لي بروغرام واحد اخر، يبقى عندي الاصلي تاعي ويخدم لي بروغرام مكافئ ليه ايكيفالون ويكون اكزيكيوتابل، بصح هذاك اللي ايكيفالون ما نقدرش نقراه خلاص راه يولي بينار، يولي يقرا غير الاورديناتور يفهمه يولي بينار. انا كي نحب نشوف البروغرام تاعي كيفاش مخدوم نروح للنسخه الاولى اللي هي تكست فورما تكست، كي نحب ننفذو بلا كومبيلاتور ننفذ هذه اكزيكيوتابل داكور، على بها هذوك اللي اكزيكيوتابل كي تروحوا ليهم كي تروحوا ليهم تفتحوهم تلقاهم تقدر تقراوهم تلقاهم خلوطه باسكو راهم بينار، وكي يقراهم البليديتور ما يترجمهمش كما ينبغي دونك يلقى دي زيرو اي دي ان يخرجوا له، يخرجوا له على شكل سامبول دي سامبول غريبين، هذا خلوطه بوان ديكسكلاماسيون دياز ايتوال بوان دانتيروغاسيون اكسيتيرا. دونك هذا نهضروا دونك انا نهضروا على الكومبيلاتور، هذا اللي سالت على ال على ال هاي مرحبا بك اسماء. دونك هنا نرجع للكومبيلاسيون، دونك عندنا حنايا نقراو لا كومبيلاسيون رايحين نقراو كيفاش هيا نعاود نعاود نهضر قبل سالتني سميتكم بن عيسى، راح نشوفوا كيفاش لو بروغرام كي يكتبوا ان يوتيليزاتور كيكونك مثلا واحد كي يكتب ان بروغرام، كيفاش هذا البروغرام رحله هذا البروغرام من الكتابه اللغويه المعروفه باللونجاج ايفولوي كيفاش حتى يولي بينار، كيفاش حتى يولي 0 1، كيفاش يدير لهم الكومبيلاتور واش الكومبيلاتور هذا كيفاش يخدم، كيفاش يستقبل هذا البروغرام، كيفاش يعالجو، كيفاش يحولو، كيفاش يصحو، وكيفاش حتى يخرج لنا لونجاج ماشين المقابل ليه. دونك ان كومبيلاتور كي نحبوا نعرفوه بصفه عامه، دونك سي ان بروغرام ان لوجيسيال سي ان بروغرام كي ترانسفورم اللي يحول ان لونغاج اكري ان لونغاج ايفولوي برنامج مكتوب بلغه متطوره فير ان لونغاج ان لونغاج بينير ولا فير ان بروغرام ان لونغاج بينير. دونك التحويل وهذا التحويل مش بسيط، دونك احنا كيما درنا مثال تاع الاكل، مثال تاع الاكل الماكله هذه حتى تولي سكريات وتولي بروتينات وغيرها نشو باشرة راه تدخل منها اوب تبدل تولي تفرع وتروح كل واحد تقول بلاصتها، لا لا راه تمر بمراحل تحويليه حتى تولي بهذاك الشكل. اذا تعقب المرحله الاولى اللي هي مرحله المضغ، المضغ وبون جماعه اللي مضغوش هذوك هم على بيه تلقاه معدن دائما عندهم المعده توجع فيه ولا عنده كولون ولا لما يمضغ شويه يسرط ولا يمضغ شويه ولا. دونك المضغ مهم جدا جدا حذاري بلاناليز ليكسيكال. دونك المضغ هذا يحول الماكله مرحله اولى الى شكل من الاشكال. كاين ممكن لكن اللي يقراوا العلوم ولا متفكرين العلوم كاين لي زاميلاز يحولوا لاميدون ويحولوا بعض الانواع من يحولوها، لانه كل ما يحولهاش هنايا كيلحقوا المعده، المعده ما تقدرش تحولها تقدرش لانها المواد اللازمه لتحويلها لشكل معين راح تكون هنا دونك لازم تفوت منها ثم تلحق المعده تتحول بشكل من الاشكال، عصاره المعديه تتكفل بتحويل الماكله الى اشكال اخرى. تعقب على البنكرياس كيف كيف يعطيها بعض المواد اللي يجي يحولها حتى في الامعاء الدقيقه تتحول الى الشكل المطلوب وتتسرب للجسم عن طريق الاوعيه اللي موجوده في على مستوى الامعاء الدقيقه. نفس الشيء بالنسبه للان بروغرام باه يولي اون بينير
باه يفوت في لو كور تاع لاغيناتور دونك يلفو كيل باس بار ان لونسومبل دي تاب. يعني الكومبيلاتور احنا عندنا راهي فيه مجموعه خطوات. ربما لاحظتوا الجماعه اللي طلعوا على البروغرام راهم شافوا باللي كاين دي شابيتر شابيتر الاناليز ديكسيكال الاناليز سنتاكسيك تتمو سنتاكسيك و سيمونتيك لا سيمونتيك اللي هو هي جينيرالمون دوكا الا كان مشينا مليح مانيش عارف كاين دي فوا وين نوصلوا هذاك الشابيتر دي فوا ما نوصلوش وهي من الاحسن كون نوصلوا ليه لانه مهم ياسر لا 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 اناليز تريتمون جيري با او جيري با لا سينتاكس اسيستي با لا سينتاكس دونك سيتين تريتمون سيمونتيك وهذا فيه هضره كبيره تريتمون سيمونتيك المهم اللي نحكوا ليه ان شاء الله راح نتحدثوا في هذا الموضوع نتاعو. Alors, donc la compilation, donc on a عرفna بلي شنو هو الهدف تاعها. حنا راح نقراو خطوات على كومبيلاسيون. هو باه نخدموا الكومبيلاتور دوكا ممكن وقت ماضي ممكن واحد شخص واحد يقدر يخدم كومبيلاتور مي دوكا صعب شويه صعب لانه المتطلبات كبرت. قبل كانت متطلبات صغيره شفتوا الالعاب تاع بكري كيفاه بسيطه ولا تشوفوا لي زابليكاسيون تاع بكري تاع الشات ولا تاع الخلفيه بسيطه بصح دوكا ولا طلب تطور. دوكا ما تقدرش واحد تجيب له حاجه بالشكل القديم لازم تجيب حاجه متطوره حاجه وبالتالي باش لي زوتي والوقت والجهد اللي تبذلو ما صعب باه يقوم به شخص واحد صعب جدا جدا. اهلا سي مصطفى مرحبا بك. داكور دونك انا لحد الان انا تقريبا درنا جوله باه وصلنا الى الهدف او المفهوم تاع لا كومبيلاسيون والكومبيلاتور. حنا في الشابتر الاول اللي هو الاناليز ديكسيكال راح نحتاجوا الى نتحدثوا على الاكسبريسيون ريغولير مش بشكل كبير على كل حال ولي زوتومات لي زوتومات. في الاناليز دي سينتاكسيك راح نحتاجوا لي بيل نخدموا بلا بيل وباه نديروا الاناليز تاع لي صدقوني نقول لكم ونعاودها لكم ماشي معناتها قال مثلا خلاص كاين ساعات واحد كي ينصح واحد الاخر ممكن ينظر ليه بشكل يقول هذا يتفلسف عليا ولا يهدر وخلاص. نهضر جد يعني بجد يعني ماشي نهضر فيها صادقا يعني باللي كيتا مدير كي تري سامبل صدقوني سامبل الا اللي يحب يصعبوا على راسه ساهل يعني وممتع يعني كي تحب تنظر ليه من زاويه قلت لكم مثلا اي حاجه شوف واش من زاويه تنظر لها تنظر ليه من الزاويه المناسبه راح يجيك مدير يعني مش عارف. انا كاين في مساري المهني كاين لي حدث انه كاين تحصلوا فيه على 20 17 18 هي مش بزاف ولكن كاينه. والشيء اللي محيرني انه قادرين كثير من الناس يتحصلوا على ما عبريش عليه. كاين ساعات هي ثاني ترجع الى استعداد طالب يعني كاين ساعات في بعض الحالات في الرطراباج وين حدث انني نعاود دي سيجي نجيب نفس السيجي نفسه ماشي مثلا نقتبس منه ولا نحط لهم نفس السيجي ولكن ما كان والو اثنين ربعة ثلاثة خمسة ان شاء الله مش عارف من الناس اللي يقول لك بركة في القليل ما لديش بركة في القليل هذه في النقاط كاينة وكاينش بركة في القليل. بالعكس عندكم فرصة هائلة موديل هائل موديل ممتع موديل يعني يمكن أن يكون فيه تحصلوا فيه نقاط مليحة في حالة ما إذا كان همكم النقاط وأكيد راح يكون همكم النقاط صار المفروض يكون الوحيد لأن يعني كاين ناس يقرأوا وهموا النقاط مجرد من خلاص القراية يخرج عنده وش عنده في راسه عنده جيست وش قرأ ما عندوش معلومات كانفورماتيسيا وعلى بالكم بلي انا انفورماتيسيا كي يخرج المجتمع ولا لازم يكون قدها لازم يكون قدها. دوكا كون تروحوا مثلا بالنسبه للجماعه راح يقروا ولا راح يديروا لي فورماسيون ولا كنعرف انا طلبه ولا اساتذه وبعد تلقى طالب تلميذ يحرجوا تلميذ يهضر له على حاجه المفروض هو يعرفها باسكو الانفورماتيك فيها عندك ما تثقف وموتعه مش حاجه اللي تكره ولا نقولوا يعني بالنسبه للجماعه اللي يقول لك كرها قرايه كرها هذا المصطلح هذا اللي راح ينتشر ولا انتشر في وسط
كيفاش جات لي بن عيسى؟ فكرة مليحة، واش هي فكرة مليحة؟ تعال عاود نفس السي جي، فكرة مليحة هايلة. أنا فكرة مليحة ليا باه ما نتعبش في تحضير السي جي، وتوا فكرة مليحة ليكم باش تحصلوا على نقاط مليحة. عارية ما تعرفوا، ما نظنش تسرى دائما هذه حوايج، هذه الفرص هذه لا تتكرر كثيرا، وبالتالي عولوا على دراعكم. لو كان هاني قلت لكم انا هاني ما عنديش، مانيش بخيل في النقاط، بخيل في هذيك الفكره تاع مساعده اللي ما عندهاش، اللي ما يسحقهاش، هذيك ما تعاودوش يعني. باش واحد في الاستاذ عاونني واستاذ كذا، نعاونك، عاونك في البدايه، ابدا من بركه ماكش فاهم حاجه، اروح ليا ومستعد نجي على جاكم في نهار تكونوا قادرين تريحوا فيه، وندير لكم حصص اضافيه كحتى مشكل لقيتوا الا النقاط، ولا تحرجوا ناس مثلا يجي يقول لك استاذ عاونه ولا زيد له ولا كذا ولا لا. بالعيطر تفضل. شيخ شخصي في الموديل كومبيلاسيون نحتاج كلاس بزاف ولا حوايج؟ لا لا مش بزاف، مش بزاف. تحتاجوا لي زيكسبريسيون ريغوليير ولي زوتومات، واني حاط لكم دي تي دي، هم كاينين دي سيري تاعهم في صح. كاينه حاجه، احنا في بعد كوفيد، هذا كي جا كوفيد والاجراءات هذه، ولا ما كانش عندنا، ولا لي فاغ هذا، ولا محشور الوقت، ولينا لي تي دي كاين بعض لي موديول اللي ولاو شغل مندمجين مع الكور، معناتها ما عندناش حصص تاع تي دي وحده، كاين تي بي صح. دونك رايحين في التي دي، واش راح نقضيه في الكور كأمن نماذج، ندير لكم الحل تاعها. بصح بالنسبة لي سيري تبقى لكم انتوما، حاولوا تخدموا لي سيري، واللي يخدم حاجة يقدر يتصل بيا، ولا سواء حضوريا لهيه كي يكون لهيه، ولا بطريقة ما باتصال عن طريق تواصل، ولا حاولوا. هي من الأحسن يكون بار جروب، كل مجموعة ونديروا حصة مثلا إضافية، ولا نحلوا هذو لي تي دي. هي مهمة يسلك إلى غرب، إذا حاولوا تبذلوا مجهود أكثر، بما أنكم حين تقرأوا مدة أقل فضعفوا شوية المجهود، هاكم رابحين من جهة الوقت. كي نقول رابحين، ما رابحين بالمفهوم تاع بعض يعني، رابحين الواحد في القرية ماهوش رابح تعطل هذا، ولكن نهضروها بمفهوم عام يعني. شغل له عندكم وقت إضافي ريحوا فيه، ما لازمش تعتبروه باللي الوقت هذاك راه يروح ليكم في حوايج اخرى، راه قرايه، حاولوا تملوه بالقرايه، مراجعه، اتصال بالاساتذه، مع بعضكم بعض في دي جروب تاع، ديروا دي جروب دي ديسكسيون، ولا دي جروب دي ترافاي، ولا هذا. زيد كاين عندكم اسئله؟ فتقريبا هذا تمهيد كامل، تمهيد وما فيه اكثر من هكذا، باش نعطيكم معلومات اخرى، لانه مليح الانفورماتيسيان يلقط معلومات قد ما يقدر. لازم تعرف، شوف الانفورماتيسيان لازم يكون يعرف ان الاورديناتور بشكل لغه راه يخدم بها، يعرف ما هي اللغه ايفولي ولغه مش ايفولي، انواع بعض انواع اللغات، يعرف لو سيستيم ديكسبلوطاسيون، مهم جدا جدا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون. شغل مثلا انت كاين ساعات كي تكون عارف العقليه تاع الاورديناتور، شغل راك عندك عبد هكذاك تتعامل معاه، تعرف العقليه تاعو، العقليه تاع الاورديناتور هي سيستيم ديكسبلوطاسيون. كي تكون فاهم مليح في السيستم ديكسبلوطاسيون تعرف شنو يصرى الداخل، متى حتى كي تعود تبروغرامي تعود عندك فينا تنجز انزال، عندك مثلا مذكره تخرج، ولا عندك فينا ابليكاسيون راح تكوميرسياليزيها تبيعها مثلا، ولا تخدمها كش شركه ولا كذا، يعاونك الفهم تاعك تاع الكمبيوتر كيفاش يخدم، يعاونك بزاف 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 يعني. راح الابليكاسيون تاعك راح تكون حتى وراك كاين غيرك راه يخدم وعنده خبره وقديم وكذا، كاين مهمش انفورماتيسيان يخدموا لي بروغرام صح. رغم ذلك ان انفورماتيسيان كي يخدم بروغرام راح يكون خير من هذاك اللي عنده 20 سنه تجربه، ربما يقول 20 ماشي 20، 10 سنين 5 سنين تجربه فايتك، بصح حتى تكون فاهم واش راه يصرى راح يكون البروغرام تاعك اكثر فعاليه. وحتى اذا كان البروغرام تاعو اكثر فعاليه، كاين احد النقطه اخرى ينساوها الناس اللي هي لا مينتونس، اللي هي مهمه بزاف بزاف. لا مينتونس اللي هي صيانه البروغرام، خط اخرى كتخدم بروغرام وبعثوا خط اخرى ظهر لك باللي ظهروا فيه اخطاء، ولا ظهروا فيه باللي حاب ديروا زيادات، كاين ناس والله ما يعرفين يبداها، يعاود بروغرامه من جديد من الصفر وباه يحقق له زياده، اما لانه نسى كيفاه بروغرامه واسمه، او
او لانه بروغراماه بطريقه لا تقبل الاكستنسيون، وهذه مهمه. لازم دير بروغرام تاعك تخليه اكستنسيبل، تخيل المتنفس باه خاطر اخرى تقدر تغريفيلو الحوايج اللي وهذه اللي كاينه في لا بروغراماسيون موديولير. هي بروغراماسيون مهمه بزاف ولكن احنا ما نستعملوهاش، الطلبه عاده ما يستعملوش بروغراماسيون موديولير اللي هي موديولير ولا بروسيدورال، انك تستعمل بزاف لي بروسيدور وتصنفهم. كاين حوايج تقدر تكتبهم عادي في البروغرام برينسيبال بصح كي ديرها بروسيدور خير. علاه؟ بخاطر اخرى تروح ليها مباشره تخلط فيها هي برك، تغيرها هي برك، والله تزيد لها هي برك، بلا ما تروح للبروغرام كامل وتتحوس على الانستركسيون. دونك كاين لي موديل وكاين دي بروسيدور ولا دي فونكسيون لازم تميتريزيو الاستعمال تاع لي فونكسيون لي بروسيدور. هذا نحكي لكم ماشي في الكومبيلاسيون، يعني بصفه عامه كانفورماتيسيان. هذا الفرق بين انا انفورماتيسيان، الا اذا كان كنت ديز انفورماتيسيان من النوع هذاك اللي يجي يقرا به دي النقطه يدي ديبلوم. والى اللقاء. يولي بعد في يوم من الايام يولي ندم ندم، يا ليتني قريت هذيك، يا ليتني فهمت هذيك، يا ليتني. عندكم الاساتذه في مختلف التخصصات راهم قاعدين باه يقروكم، حاولوا بالمناسبه نحيي طالبه خليفي راه هنا ولا ماشي هنا خليفي من البارحه تسال استاذ كاينه حصه، لقيت اليوم الميل تاعها كي عاد بدات الحصه ما حق ما رجعت لهاش ما تولهتش الميل تاعي ما نقراهش دائما، يعني ماشي بانتظام في المرحله هذه. بون بالنسبه للسؤال كاين تي بي في الموديل ها بطبيعه الحال كاين تي بي، كاين عندكم تي بي وان سو جروب ويبداو في اول يوم. تي بي هو كاين دوكا تقدروا نتوما تحضروا مسبقا، هو عندكم في المودل محطوط لو تي بي البريمي تي بي اللي ان شاء الله الى كملناه نكونوا انجزنا انجاز لاباس به. راح يكون عندكم لي تي بي مع الاستاذ بحاش باش يقلك مقبل ولا لا. بون زيدوا كش ما عندكم اسئله، تعبتوا ما تعبتوش؟ ايه خلاص معليش قلت حتى الرباط العشيه ايوا حتى واحد ما يخرج. ادخل عوش على شني اوكي صهيب مع حاب تقعدوا صهيب هذا حادث هاي مليح لا باس هي كاين الكوراجي. دونك شنو عندكم اسئله شنو عندكم؟ بما ان الحضور قليل بزاف يعني وما بليش درنا تمهيد نخلو الانترودكسيون نديروها بريزونسيال وعلى راح تدي لنا وقت على كل حال. ولكن الانترودكسيون هي فيها نتكلموا على تعريف كومبيلاتور باش تسجلوه، وعندكم لي كور ثاني هم محطوطين في المودل تقدروا تطلعوا عليهم. الحضور في الكور نورمالمون اجباري، المفروض اجباري بما انه تي دي مع الكور دونك يفترض انه اجباري. في طريقه التقييم داير لكم باللي كاين اسئله وعلى كل سؤال كاين نقطه، هي تكون في كل كور ان كيستيون. حاليا راني في مشاوره مع المسؤولين تاع حاليا هذه هي اللي راها كاينه، مي احتمال بصح ضعيف احتمال انه يكون في تغيير طريقه التقييم تغيير طفيف. دونك ممكن نكتفوا بهذه المعلومات، نفتح باب الأسئلة إذا كاين ونتلقى إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله. ظاهر أنه كان معكم ناس من جامعات منا ومنا، نظن رحبوا بهم وأهلا وسهلا بهم في كل وقت حتى في التعامل يعني العادي في أسئلة والله ما أهلا وسهلا ما كانش مشكلة، طلبة كامل طلبتنا وما عندنا حتى إشكال. ننصحكم اقراوا بطريقه خاصه دوكا التروازيام اني ممكن كان فيكم اللي راح من بعد هذه الليسونس راح ممكن يتوجه الحياه العمليه بيحب شي يكمل مثلا ماذا به يحصل قد ما يقدر في هذا، ما فكرش برك في دبلوم وشهاده ويخرج وخلاص. فرصه مادام راكم
تقراو محتكين باساتذه وبطلبه واحد اخرين، وكاين طلبه الله يبارك. انا نقول لكم يعني صارحكم كثير من الاشياء تعلمتها من عند طلبه، يعني سواء بالمباشر هكذا ولا سواء عن طريق الاسئله كي يسالوني، نلقى روحي بلي لازم نبحث في هذاك الامر، وخاصه من المذكرات. المذكرات تعلمت الكثير لان فيها بحث من طرف الطالب ويجي يشاورني فيه حاجه يكون ما نعرفهاش، نتعلمها ونتناقشها معاه ولا نروح نشوفها ونجيبها له، يعني مليحة ما شاء الله. ندم تحير على الخدمة، خدمة يفتح ربي إن شاء الله تلقاها إن شاء الله. شوفوا الانفورماتيك، الانفورماتيك خدمة المفروض ما كاش يتحير من الخدمة، لأنه في أسوأ الأحوال، في أسوأ الأحوال تخدم وحدكم إذا كان عن طريق الإنترنت، عن طريق البرمجة للشركات ولا الأفراد ولا يعني العمل. دوك راه كاين ماهمش انفورماتيسيان وعايشين بمجال الانفورماتيك اكثر من الانفورماتيسيان، ونظن توافقوني رايي. راكم روحوا تشوفوا دوكا في الـ في الـ في التجاره الالكترونيه وفي هذه الامور هذه تاع فيها مدخول هذه، تلقوا اغلبيه كبيره ما همش الانفورماتيسيان، مع ان الانفورماتيسيان هما اولى بهذه الحوايج. لان ما علاه، لان ما عندهم تقنيات وعندهم طرق يعرف الاورديناتور كيفاش فونكسيوني، يعرف الريزو كيفاش يمشي، يعرف تما عنده بوسيبيليتي. دونك الانفورماتيك ادناها انكم تخدموا في الدار، واقصاها دونك نقول اقصاها لانها مش بالنسبه لي انا، يعني ما عنديش هذه الفكره، ولكن بالنسبه لاغلب الطلبه انهم يفكروا بالخارج، فكروا بالخارج. الخارج دروك راه الحاجه الرقم واحد اللي مطلوبه هي الانفورماتيك. ما عندها هذيك كاين اللي يروحوا مثلا، واحد يروح طبيب شوي، واحد يروح مثلا ما بديش في مجالات صعبه هي اللي عمل. بصح الانفورماتيسيان عنده حظوظ كبيره جدا 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 باش يعمل. دونك سما ما لازمش واحد يائس والله يقول اللي ما يخدمش غير اللي طالب روحه والله ما عندوش هذيك القوه النفسيه هذيك اللي تخليه يقتحم ويخليه مهم بزاف. دوك هذا الياس هذا راه هو المشكل، هو اكبر سوسه من البطاله، واكبر سوسه من الغلاء، واكبر سوسه فيه، لان الياس هذا يخليك تستسلم لكل هذه الامور. الوغ المفروض تتحداها. وراكم تشوفوا ساعات نماذج سواء في التلفزيون ولا في وسائل التواصل، ناس رفعت التحدي وراحت بعيد. كاين ما قراش خلاص وصل بعيد، كاين اللي كيما قلت لكم قبيل الانسان ما عندوش مقعد ولا معوق وراح بعيد. هذا بالنسبة صهيب، هاي صهيب وعلاه صهيب طيح المورال، إذا ما نلقاهوش ليه ما تلقاه؟ تلقاه وبإذن الله وتجيني في يوم من الأيام إن شاء الله وتقول لي هاني راني في دبي ولا راني في ماليزيا ولا راني في الجزائر وفاتح. شفتوا هذوك ياسير طلبه، كانوا طلبه وفتحوا مشروع ياسير. دوكا ياسير شكون يهضر معاهم؟ دوك جماعه واد كنيس هذوك، كي تخلى سيدي دير قناه في اليوتيوب ودير فيها شويه، علم فيها الانفورماتيك ولا علم فيها حوايج. هذه برك الافكار المحبطه هذه واللي تفشل. ها عبد المجيد عنده الامل كبير، عبد المجيد قال لك كاين خدمه ايه يقول فيها وكمل عليها بايه ثاني. هذيك الايه عباره تاكيد، ايه عندنا احنا في الهضره نتاعنا كاين ايه، معناتها تاكيد كاينه وزياده مليح. ابي صهيب راه غيقصر، ما مش يقصد من قبل. الموديل هذا يحتاج حل تمارين اكثر، هذا يحتاج حل تمارين اكثر. طبيعي الحال اي حاجه تحتاج حل تمارين، قد ما تحل تمارين قد ما تتمكن. شوف احنا بكري في كي نقول لكم احنايا ماشي باش نزوخ، يعني باش نعطيكم فكره كيفاش كنا نقراو بكري. كنا مثلا في نهضركم مثلا المتوسط، في الثانوي، في الجامعه، كاين تمارين طلبه يحضروهم، مثلا كاين تمارين بسيطه، مثلا كيف الكتاب تلقى مثلا 20 تمرين متشابهين. هنا كنا ماشي، كاين طلبه يقول لك نخدم نموذج منه برك واحد ولا زوج ونعقب التمرين نوع واحد اخر. لا احنا كنا نعبر على نفسي،
كتاب المقرر هذا ما نحكوش عليه، هذا ما لازمش يفوتني ولو تمارين، اذا كان صح تصغير تمرين ما لازمش يفوت كامل. ومن بعد واش نديروا؟ نروحوا نحوسوا على الكتب خارج المنهاج. حنا بكري كان ما عندناش في الجزائر، كانوا ما في وقتنا، كنا نجيبوهم، كانوا جماعه يجيبوهم من فرنسا، كانوا يجيبوا الكتاب، كان ساعات واش نديروا نلمدوا دراهم ونمدوا لواحد بويو ميغري، كان معنا جماعه يقراوا بياتهم في فرنسا، باه يجيب لنا عناوين كتب. كي يجيب الكتاب هذاك واش شكون يديه؟ ما يدي حتى واحد، نديروا عليه فوتوكوبي، نعاود نزيدو نخلصوا فوتوكوبي، وكل امزال عندي دركا كرتونه تاع لي فوتوكوبي تاع كتب، نديروا عليه فوتوكوبي باه نقراو باه نحلوا التمرينات. تمرين قد ما تخدمها يسمى، لا يسمى تمرين في السبور. هيا ندو مثال تاع السبور، مع لي سبورتيف صهيب هذا يبان لي سبورتيف على الخزره نتاعو، هذه عنده هكذا عينه طلع الحاجب تاعو، هذا اذا عاد هو باين بلي الله يبارك سبورتيف يعني كبير. السبور واش سبور؟ سبور قد ما تتمرن قد ما تتمخمخ، قد ما تتطور، قد ما يكون عندك وتمادى بك في التمرين، ماذا بك انك تروح لابعد من ذلك. نفس الشيء طبقها في القرايه، انك لازم تروح دائما الى ابعد من تقسم التمارين نتاعو على هنايا، تشوف تمارين تاع جامعات اخرى تلقى خيرات. كيما راهم يدخلوا بعض الجامعات واحد اخرين يدخلوا معنا هنايا، تدخلوا ممكن مع دي جروب واحد اخرين في جامعات اخرى، تضربوا طلعه تشوفوا بلك يليق بكم الحال، بلك واحد ما هو ما فارض عليكم انكم تقعدوا ولا ما تقعدوا. كريس اش قال لماني؟ انا قبل الوقت راني لاقي خدمه كازي فلوبارك. الله يبارك، مبروك عليك يا سيدي يا اخويا، ربي يوفقك ان شاء الله، ربي يوفقك. ادعوا له، ادعوا له، ادعوا لخايكم وهو يدعيكم ثاني باش تكونوا كيما هو ما شاء الله. الله يبارك لك ان شاء الله الخير، بركه ما تنساوهاش. اتونسيو وسائل الملتويه والوسائل هذيك تاع دبر خدمه بطرق كذا وكذا، حذاري 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 حذاري، هذه راه حياتكم وراكم راحين تكملوا بها وتربوا بها وليداتكم، ما تبداوهاش بمنكر. انا نقصد هذيك الجماعه اللي يدخلوا بال كاين ساعات يعرضوا عليكم تدفعوا دراهم ولا كما عارفين تاع انيس. انيس مرحبا به انيس، ما شاء الله عندك واحد الصوره تاع بروفيل تاع فكرت بايام بكري تاع ترينيطا و جو ماكيل بيرسون و لي بون لو موفي و بون. كاين حتى الوظيفه العموميه خاصه في البلديات يفتقروا للناس اللي خرجوا يعني بالي طبيعي. كاين بلايس اللي ممكن يحتاجوا وإلى الآن ما لقاوش ربما يهرب منها الناس لأنها نائية، ولا ربما سامع ليش الواحد يخدم في العمل هذا كفاح وجهاد. وراح شوف كاين مرحلة خاصة الشباب تاعنا في الوقت هذا يعيش بواحد طريقة شغل غير مبالي بصح جاي، نحس وانا غير يا اكيد مش غير مبالي، عنده في قلبه اخر وكذا هارب من الواقع بفعل الضغوطات وبفعل ده. لكن رغم ذلك ما لازمش يغفل الانسان على مستقبله. مستقبله هذا راه مستقبله، مستقبل الاسره راح يكونها، ومستقبل المجتمع اللي راح يعتمد عليه. لا مبالاه، هذه يحاول واحد يحاول يقلصها ولا يتخلص منها بقدر الامكان، لانه قد ما تبكر في الاخر قد ما تقدر تلحق روحك، تتاخر تحصل من بعد. يعني دوكا ملي كاين واحد يمضي وقته كامل في ويسهر ليالي وهو في مع وسائل التواصل وكذا وكذا ويضيع الوقت، خلاص راكم دوكا في السن ونصاي، دوكا راكم في المرحله اللي حين تواجهوا الحين تخرجوا فصفاص مع المستقبل تاعكم. قاش واحد ديال الاسره تاعو يعتمد عليها ولا يبقى يقاولو ولا يبقى يعيلو فيه، ولا كي نقول المستقبل تاعك في مختلف الاشكال، ماشي غير الخدمه برك، والله كلش خدمتك معاملاتك علاقتك مع الناس اسرتك المستقبليه راك عارف. يسمى لازم الواحد الانسان يكون يخدم يدخل البروسيس تاع الفنون الحياه
مهارات اللي لازم الانسان، وهذا هي اللي تعينك في القرايه، تعينك في الخدمه، تعينك في كلش. قد ما مورالك يكون صافي ويكون مرتب ويكون واعي، قد ما الحوايج الاخرى تسهل ولو صعوبت، لانه لو صعوبت راح تواجهها بنفسيه مرتفعه، ما تكونش نفسيه منهزمه بحيث من بعد تولي تتعرض لضغط نفسي ولا انهيار، لا قدر الله، ربي عافينا ويعافي الجميع، انهيار عصبي، والله كاين ربي عافينا ظهرت الظاهره هذه تاع حتى لحقت حتى الناس ولا يقتل واحد، ربي عافينا. يعني الشيء اللي ما كنا ما نسمعوش به كاع قبل، نتيجه هذا الاستسلام هذا للضغوط وللمغريات المختلفه. تا واحد لو كان مثلا عنده 80 مليون ومن بعد يروح يحرق، هذه من ما لقيتلهاش تفسير انا. خلاص تجبت 80 مليون ورحت تحرق بها، شديت 80 مليون هذه دير بها مشروع ومن بعد تروح توريست الخارج، ولا يفتح عليك ربي راك تقعد، ويروح يعرض روحه للموت ويعرض عائلته للحيره ويعرض غيره للمشاكل، وقد يروح ثم اذا خسر 80، وقد كثير من الناس راحوا ثم عايشين غير الطلبه والسرقه، ما عنده لا خدمه لا والو. يعني واحد حوايج هذه 80 مليون، 80 مليون يعني راها مشروع، دير بها مشروع، هاي تفتح محل، دير سيبار، دير ما على باليش طابله تاع كاوكاو وشاي، دير هذا في أسوأ الاحوال. باش عاود خرجنا من الكور وعذروني ربما لي ساعه ساعه ونخرج، ولكن نشوف ساعات بدي نصايح هذه فرصه ليا باه صهيب قصر، عبالة قصر صهيب ما كتبوش كده. الانفورماتيك من اكثر المجالات مطلوبه، صحيت هاي ندى باذن الله ان شاء الله. شنو ليك صهيب؟ شنو هي فراسه؟ فراسه ما فهمتش، فراسه ولا فرنسا؟ فرنسا فرنسا؟ لا لا الفراسة، الفراسة أنا تعرف واحد من مظهر فرنسا. إيه فراسة، فراسة إيه اللي حكت عند ناس بكري يعني عندهم ما شاء الله. أحسنت يا محمد. أحسنت، هي أحسنت. أها صهيب تسبورتيفة باين ولا لا؟ إيه إيه. وش الدير؟ دوك متنوع، فوتينغ، ميسكيلاسيون، الله يبارك ما شاء الله، فلاحة الله يبارك. أكيد هو المجال الأول اللي لازم نحط الجهد تاعنا فيه. تعرف الفلاحة نحبها بزاف بزاف، طب بس تصور قد تحب الفلاحة. والله البارح أنا نتفرج فيه لايف من جهة ومن جهة أخرى راني نفلح. الله يبارك، عندك ملا مورصو هكذا تعافر فيه. هاي مليح، بس المنتجات نتاعك انا يا باش تسوق لنا، درنا التسويق الالكتروني. كاش في ستار المنتجات اغلبتها اغلبيتها عائليه برك، يعني ما نلحقوش حتى التسويق والتجاره. مليح ولكن متنوعه من جميع الانواع، يعني الله قليل بارك. من الكثير. اي مليح، ساعه نحتاج شو قصبر ولا شويه ما عندنا وسع. اهلا وسهلا في اي وقت. ربي يبارك لك في راحتك ان شاء الله وفي رياضتك ورياضه الجميع. الله يبارك فيك. استاذ كاين اللي تخرجوا عندهم ماستر سنين وراهم قاعدين، مش بصح لازم نشوفوا الاسباب اللي راهم قاعدين. ربما كاين ثاني حاجه ما قلتها لكمش، كاين اللي داير في راسو حاجه وباقي يستنى فيها وما يروح يدير لها كذا هكذا، باقي لاصق في ديك الحاجه ما يروحش يحوس من هنا، يستنى ديك الحاجه برك، وممكن تقعدوا سنين ولا ممكن ما تجيهش خلاص، وهو يستنى في ديك الحاجه وما يدير والو. هذه ثاني راه كاينه شغل، واحد مثلا يستنى في التعليم برك، لازم نقري ولا من راه يستنى في التعليم وما يفتحش عليه ربي بتعليم ولا ما كتبلوش ربي تعليم، كيفاش راح يبقى حياته كامله ويستنى؟ كاين دوكا يقدروا يروح يدير فورماسيون، يروح يتصل بكش مكتب ولا مدرسه والله يدير لي فورمي، مش عارف انا يدير كاين افكار يعني، ولا بار انترنت. وكاين اللي يقول لك رانا قاعدين بصح راه من هي راهي راك ما يخدم، كاينين هذا النوع هما قلال على كل حال، كاينين ما يقول لك شبيع وش يدير والله مهنيين وبخدمه راه يستنى فيها ومش قايل. وكاين خاوتي اختلطوا الناس وحوصوا البلديات
ايه خرجوا من فجركم فيه وربي وفقنا. فعلا 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 ضماني، هذاك هو، ايه هذاك هو. كما هاني قلت لكم ما لازمش واحد يتقوقع هكذا ويقول لك الخدمه ما كانش. نعرف ان هذا النوع بزاف الناس اللي ما يقول لك الخدمه ما كانش، بصح ما بذل حتى مجهود في البحث، يستناها تجي هكذا ولا يستنى يلقى اعلان. ما تستناش تلقى اعلان ولا يجيك واحد يقول لك هاي كان الخدمه، ابحث عنها والله، ديرها، اخترعها، قصدي يخلقها، يعني كونها، دير مشروع، دير ان شاء الله. لازم امل بربي كبير، مليح مليح. اسمع هذه هضره مليحه، لازم امل بربي كبير ودي يخدم ربي ما يخيبوش فعلا. ما تعرفش واحد قد يقول لك كانش خدمه عليه وكذا، كفعلا حوست انا الخدمه ما تجيش. انا فوالا هذا واش قلت له بالضبط، ديك الصحه. ثانيا استاذ، ممكن نصيحه على في هذا المجال وحدد الخوض فيه، مشكله دراسه مجال وبحث توقع صعيب. مجال وش تقصد بمجال؟ اتخاذ مجال محدد، معناتها فاش مجال في حياتك اليوميه ولا في القرايه هذه، معناتها التخصص ولا انت شو تقصد مجال؟ او يقصد في بالنسبة الدراسة بالنسبه للانفورماتيك راك وشني في المجال، وشي مثلا في الانفورماتيك، مجال في الانفورماتيك، ايه في الانفورماتيك مثلا، امن معلوماتي ولا بروغراماسيون ويب ولا ايه. والله مش نقول لك هذه ما تقدرش، هذه ما تقدرش، ما هيش حاجات اللي نقدر نقولها لك انايا، ولا هذه حاجه ترجع لك انت الميول تاعك ولا هو. شوف هو عموما في العالم يعني كاين تخصصات مطلوبه اكثر من هي كل مطلوبه الانفورماتيك، اوكي كاين ممكن تخصصات مطلوبه اكثر مثلا كما في جانب لي ريزو، مطلوبه لي ريزو، لا جيستيون في مجال ما الى حد ما، لا بروغراماسيون اذا كان كنت من النوع اللي يحب يخدم سولو، هي وان كان هي فيها الجماعي ولكن تاع وحدك كاين هذا الشغل، تبروغرامي وتنشر المنتج تاعك، ولا خطوه اخرى تحب تخدم في مؤسسه لطلب بروغراماسيون، ولا تبقى هذه حاجه راجعه للشخص، المهاره تاعه وقدراته في مجال وكامل ينجحوا. ما تقولش بلي مثلا هذا المجال كيعاد مطلوب بزاف راح ينجحوا فيه بزاف، وهذا المجال مش مطلوب. بالعكس كاين ساعات تلقى شخص راح المجال غير مطلوب ولكن نجح نجاح باهر، واحد راح المجال المطلوب وفور. شوف نعطيك مثال، في زملائي عندي واحد دار فارماسي لكن مسكين والو، هو يعني وما مقدرش انه يدير بها كما كان يتوقع، فارماسي وكذا وكذا وكذا، رغم انها يعني فارماسي مطلوبه بزاف. وكاين اللي داروا مثلا، كاين نعرف انا دار في تخصص هذاك، المهم من المواد الادبيه اللي الناس هاربه منها، هاربه منها يعني وما يشتوهاش، ويعني هكذا برك نجح نجاح وراه بروفيسور ومرموق ما شاء الله، يعني ما حاجه نسبيه. الانفورماتيك كاع مليحه، الانفورماتيك كل مليحه، انت واش ممكن وين تقدم؟ دوك العالم كامل راه شغل ولا سوق مفتوح، تبزع قاعدين دوكا، معناتها حاجتك هذه ما تقولش ما نلقاهاش، تلقاها في اي، ما تعرفش كاع وين تلقاها، لابد تكون كاينه. تلقاها صعيب يعني قلت لكم الصعوبه والبساطه طريقتك فيها، قريت طريقه استعدادك وطريقه. نعم صحيح، في اغلب الحالات اما سرقه او دين، هذه تاع اللي يبداو اللي يحبوا يحرقوا هذا ولا اللي يحب. ما كانش مشروع 80 مليون، انا نعارضك في هذه 80 مليون كاينه انيسه من عيسى، كاين 80 مليون اقل من 80 مليون كاين ولا بس، يعني احنا برك شغل هذه هنا هذا اذا ما حكموك يحزوك يعني على 10000 يحزوك. هذه التحصين، هي تعرفوها الامور، تحصين وامور القضاء الحوائج بالسر والكتمان، وكاين حوايج للسيكوريتي، سيكوريتي انفورماتيك، لا سيكوريتي تحققها
حقوها وحدكم بحوايج إنسان يطبق الحوايج اللي كاينة في الدين تاعنا، يعني كاين خيرات، يعني ما لازمش نهملوها هذا الجانب. هذا الدين تاعنا راه فيه خير وبركة، يعني من حيث الأمل، من حيث الثقة في الله، من حيث البركة، بركة مهمة بزاف بزاف، من حيث التعامل تاعك بما هو مشروع، من حيث تحصين نفسك بالأدعية وبالصلاة وبال يعني كاين كلش في الدين تاعنا، كاين كلش فيما يتعلق بقرايتك، بحياتك، بزواجك، بعيشتك، بسفرك، بأي حاجة كاينة كاينة وتعاقب حياتك ما شاء الله. والنفسية تاعك أكثر شيء بالعيطر. نعم تفضل. كنت شفت مدرج ليكو تاع كونفيراسيون، قلت لي كوب اكسترن هذا الشيء هذاك نحتاجوه في الشيء. وش لقيت فولي كوب اكسترن؟ اي يساعدكم، هذاك يساعدكم لو تحبوا مثلا تطوروا المعلومات تاعكم. بارك الله فيك. ما مش هو البرنسيبال تاعكم؟ لا البرنسيبال هم باينين، كي تلقاو اكسترن راه اكسترن البرنسيبال اللي قبلوا هذوك. انا فيهاش بزاف، وانا لي ديكسيكا، انا لي سينتاكسيك. بالضبط بالضبط. وممكن يكون فيه ميزاجوره، ممكن بعد لينا، ممكن كان اذا كان مشينا مليح ممكن نزيد شابيتر ولا زوج. صافي نزيد من بعد شيخ، ممكن اذا كان مشينا ممكن. مش حاب نشوش عليكم، باسكو هادو مهمين، هادو نحاولوا نلحقوهم باي ثمن، يعني نحاولوا الماكسيموم. هادو مهمين ياسر ياسر. بعد لك فعل الوقت ان شاء الله، شو باش ما نشوش عليكم بالحوايج الاخرى، نحط لي شابيت الاخرى ان شاء الله. ممكن لو عارف بلي المشروع مش راح ينجح له هنا. هذه من الحوايج النفسيه اللي نهضروا عليها. هذه راه عارف بلي المشروع مش راح ينجح له، راه عارف هذه ما كاش، هذه نحوها، هذه مانيش عارف، كاين ربي نتوكل عليه. فوان فلان دار هذيك وما نجحش، الوغ ما نديرهاش ما ننجحش. لا شكر، اذا كان عندك ثقه في نفسك وثقه في محيطك وفي الاخر تاعك، توكل على الله، توكلي على ربي وباذن الله. كاين احنا بكري كان الناس يقول لك هذيك والله ما تنجح ما تنجحش، ما كانش منها، امبوسيبل، ما كانش كذا. بعد لقاو ناس راهم دايرينها وفاتونا فيها وراحوا وهذا وهملوا، وحنا قاعدين في بلاصتنا. سي با بوسيبل، سي امبوسيبل. سي هذه راهو عارف باللي ما ينجحش، هذه المفروض ما كاش منها، ما رانيش عارف، ما على باليش، حاجه ربي سبحانه. هذا صح، ممكن يقول لي بلي ظروف المشروع، لازم دراسه المشروع، لازم تدرسي له البيئه، تدرسي له الامكانيات، التكاليف، يخرج ما يخرجش، دراسه. صح، اذا كان عندك ما لازمش نروح دائما فكره مسبقه بدون دراسه، بدون راح نقول لها هو ما ينجحش. لا لا، شوف بلا راه ينجح. تصور انتم، انا نعرف انا واحد زميل هنايا دار مشروع تاع، ما تحكوش، مشروع تاع شاي وكاوكاو، راه دوكا ما شاء الله، يعني ماهوش لاحق بكلمه، بمعنى كلمه ما شي. معناتها ندعوكم باش تخدموا هذه الخدمه، بصح ماهيش خدمه عيب، قادر واحد يخدمها وهو خدام في حاجه اخرى عادي. شنو راني نقول لكم باللي معناتها ما تحقر والو، يعني راه خدام قيس عليها. معناتها كاين خدمات اخرى ممكن تحضروها، بصح فيها بركه وخير كبير، ياش عيب. يعني هذا جبتكم مثال هذا على اساس ان الناس تهرب منه ويقول لك كيفاش انا ندير هذا، بصح داروا ونجحوا وكذا. لا، لانه انا ما ندعوكمش باش تخدموها مشروع كيما هذا، هذا كان ندير كاضافه ولا كما في وقت وراكم طلبه وتحبوا تجيبوا بها تعاونوا بها رواحكم، ما فيهاش عيب، عادي جدا، بالعكس مشروع هاي. ولكن في اي مشروع اخر ما لازمش نديروا هذه الاحكام المسبقه، ولا ماذا بيا تخدموا في دومينكم، والحاجه اللي قريتها تخدم حاجه اللي قريتها، تعبت عليها وتعبوا عليك وتحيروا معك اهلك وكذا، ماذا بك تخدم الدومين تاعك اللي راك تعبت عليه واللي راك استثمرت فيه. ماذا عن سوفتوير انجينيرينج في الجزائر؟ سوفتوير انجينيرينج واش نقول لك، سوفتوير انجينيرينج حاجه مليحه، انت حاجه مليحه مليحه، يعني مطلوبه وتعاونك بزاف اذا كنت من النوع اللي يميل الى البرمجه، والبرمجة اثبتت يعني باللي راها حاجه فور، خاصه عند الناس اللي وحدهم كما هذا تاع جماعه ياسير، ولا كاين غيرهم ما نذكرش الاسماء تاعهم،
شباب شباب صغار هكذا وداروا مشاريع ونجحوا هربوا مليح. وسوفت وير انجينيرينغ يساعدك ياسر في الدومين هذا بحيث تخدم لي زابليكاسيون يكون عندهم فوا، يعني يعود عندهم كي تحطها تحطها راسك مرفوع، يعني ما يكونش حاجات على واحد اماتور هاوي، والحاجات على واحد وكاش نقول لك مليحه هي هايله بصح ميولك انت. اذا كنت من جماعه دي بروغرام ويحبوا البروغراماسيون ويحبوا كذا مليح، كيفاه يقروه وكيفاش هي كذا الله اعلم، على باليش ما عنديش فكره. سقسي شوف كش زملاء اخرى، يعني اتصل بكش استاذ من الافضل، كش استاذ ثم والله استاذه والله انا ما عنديش عليها فكره شكون يقروها ولا كيفاه يقروها والله. مي عموما سوفت وير انجينيرينغ حاجه من الحوايج الملاح. يعطيك مثال على مشروع 8 مليون يعني تعمل مشاريع على ما كنت 8 مليون كاين شنو كاين كري حوانيتها ودير فيها ميكرو وامبريمونت وتخدموا هذا مثال، يعني مثال مثال عابر يعني ماشي معناتها كاين كاين اللي داروا في ديارهم فتحوا جزء من حميدي اهلا وسهلا ومرحبا. 80 بلي ممكن نهزو ملاك يعطوك معلومات، دائما تشتركي مع واحد ولا اثنين مثلا وديروا مشروع تاع مؤسسه اعلاميه، ديري دي فورماسيون تفورمي في كاش حاجه في قرايه، اذا كنت مثلا مخا فيك مثلا في الانجليزيه في الفرنسيه مثلا في هي من الاحسن الانفورماتيك، لان نهضروا على الانفورماتيك، وانما انا شغل نعطيكم معناتها علاه نهضر لكم الهضره تقول الاستاذ على الانفورماتيك ويهضر نحن على الخدمات هذو، هذا نعطيهم لك شغل بالنسبه للانسان اليائس محبط باللي في اسوء الاحوال عنده هذه البدائل، مش معناتها ندعيك بها ديروا شاي ولا بها ديروا سيبر كافي ولا بها ديروا لا لا، مش ندعو فيكم لهذا، ولكن راني نمدكم في بدائل اللي هي افضل من اليائس وافضل من الاحباط هكذا، باش ما تقولش الاستاذ راه قال لنا راه ديروا كذا ديروا كذا، لا لا انا راني نقول لكم بلي هادو نفضلها على انه انسان يروح يحرق مثلا، ولا على انسان انه يروح يدفع رشوه مثلا باه يخدم خدمه اللي يبني بها حياته. فهمتوني دوكا هذا القصد نتاعي، ما تقولش بلي نعرف واحد في دكتور هو كان في العاصمه يخدم وتعرض لواحد الامور هكذا اللي ما قدرش يعيش في الجو تاعها، تعرض الأمور اللي ممكن فيها حدث تخلي عن مبادئ، يبقى تخلى عن الدكتورة تاعه وراح القرية تاعه، يعيش في قرية نائية في جبل من الجبال الشمال وعنده مرسو أرض وراح فلاح، راح فلاح. أنا ثاني من دعيش لهذا الشيء لكل حال، ولكن أنا أقول لكم باللي إلى لحقت فكرة البركة وفلحقت فكرة الرضا تاع ربي سبحانه لا 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 لا، يعني نخدم الشيء اللي ولا نلحق الإحباط وندخل في متاهة، ولا قدر الله ربي عافينا ندخل في أمور اللي راح تصرى هذه تاع تناول هذه الأشياء المحرمة هذه، ولا نلحق التفكير في الهرب ولا تفكير في الهجرة اللي ما هيش، ولا نسمح في روحي والله كان يقول لك الله لا قعدت يقول لك نموت ولا نعيش هذه المعيشة، لا لا حذاري حذاري حذاري، احنا ناس مؤمنين ونمنوا بحكم الله سبحانه وتعالى وبالبركة نتاع ربي وبالأن ربي يفتح على الإنسان، والله ما تعرف بركة وين. أنا ندعوكم تقرأوا الانفورماتيك كأستاذ انفورماتيك كأستاذ تاعكم، ندعوكم تخدموا في المجال تاعكم تاع انفورماتيك، ندعوكم تروحوا بعيد في الانفورماتيك، لكن إذا كان الإنسان اللي روحه راح يتعرض الأمر لهذه الأمور لا 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 لا، يروح للبدائل هذه ولا يخسر حياته ويخسر مستقبله. هذه يعني محاجب وليما لا وليما لا، إذا لقيت باللي هذا ما عندك بديل ما عندكش بديل واحد آخر عادي، سيرتو شوف سيرتو إذا كان درت الحاجب وحطيت طوابل هكذا وفيهم فيهم مثلا ميكرو ولا زوج هكذا، يحب واحد يديك شغل سيبر كافي سيبر محاجب يدير سيبر محاجب. هاي طفكم فلو باك، شري فلو باك تخدمي جاتو، هاي مثال طلع لك كاتر بي سي جيمرز
وتفتح صال جيمينج. يا ودي صال جيمينج شحال ناجحين يعني، خيرات بصح، ماشي ندعو فيكم باش تفتحوا جيمينج. اللي يحب يديرها مشروع اضافي يديرها، مليحه مليحه مليحه. واش هي راك على بالكم، لازم يكون هو الجيمينج هذا لازم يكون حريص، حريص على اللي انا ساعات اللي صار الجيمينج هذا ويصرى فيها افلات انفلات. ممكن كاين بعض المجتمع، بعض اللي صار الجيمينج ما كانش احترام الاداب، ما كانش الحرص على الصغار هذوك من الحوايج دي معينه، صار فيه منكرات. يعني لازم يكون حاط باله، حاط باله مليح، لانه راح يساهم في ممكن اذا كان والله يجيب لي جيم اللي يجيبهم. دي جيم اللي يجيبهم، كاين دي جيم اللي خارجين العقيده كاع، ولا خارجين والله يدعو للعنف فوق الحد، ولا تصنف الناس اللي يقدر يلعب هذيك اللعبه واللي يقدر ما يلعبهاش، ما تفتحهاش للاطفال هكذا. انا شفت اطفال يديروا فيه اشياء يعني في سيبر، يعني لا اله الا الله، حوايج دراري صغار يديرن امور، يجيب واحد دي سي دي ويبداو. المهم نسال الله العافيه، هذا يكون الانسان واقف. نجاح نسبي متعلق بالوسط اللي نسميه مثنس كامل مثقف. فهمتش صهيب؟ متعلق بالوسط اللي نسميه هكذا مثنس كامل مثقف. فوالا شي كي تتناقشوا تلقاو افكار، يعني ما تشجعوا بعضكم. لازم شوف، كاين كثير من الناس يقول لك الجيل هذا كذا وكذا، بصح انا بان لي الجيل هذا اكثر فطنه من الجيل السابق. وشن هي يكون يلقى التوجيه برك، والله يكون يتمسك المبادئ وبرك مليح يدير معجزات. يعني الله يبارك، دوكا تلقى واحد في سن صغيره هكذا تلقاه يعرف خير ما يعرفه واحد ناضج من وقت كنقول لك ناضج، مش معناتها مش ناضج، قصدي انسان كبير، يعني انسان مجرب. فوالا مجرب، ماشي ناضج، مجرب، انسان مجرب كثير وماشي كثير، تلقاه يفهم 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 عليه. عشان هي راه ذوك الوقت الحالي راه قصف كبير على المبادئ وعلى التراث تاعنا، وعلى لازم الانسان هذه يكافئ عليها. وانتم هذه مهمتكم دوكا، الشيء اللي راه كاين الناس حابين يقضيوا عليه لازم تصدوا له، تخدموا تعيشوا العيشه تاع العصريه كيما راها. يعني ما حد ما راح مازالش تربطوا بلي كان يقول لك الانسان اذا كانت فارغ المبادئ معناته راح يتخلف، لا لا، عيش عيشتك كيما راك تشوف فيها متطوره كذا. بصح كاين اشياء قشور راهم داخل زارعينها منا، هذيك القشور برك مت تخلصوا منها. هذا مكان بنا بانك نقول تخلصوا منها، بالنسبه اللي راه ممكن معرض لهذا الشيء ولا عايش في ميديو اللي راه فيه هذا الشيء. بالعكس، عندكم يعني امكانيات وعندكم فهم للواقع وعندكم يعني فرصه، يعني والله غير انتم اللي تغيروا البلاد وانتم اللي تغيروا المجتمع باذن الله. الرقابه صحيح صهيب، بالعيطر العيطر الرقابه، بما انه خلاص بس بارك الله فيك، شكرا لك. هذه هي، بارك الله فيكم، اديتكم الحق. يعني الدرس اللي قلت لكم قبيل بلي راه انتهى، بقات يعني مسموح الدخول والخروج. نظن نكتفوا بهذا القدر، ما عندكمش هنا في الحصه الاولى ان شاء الله نبداو نديروا الانترودكسيون، ماذا بينا يحضروا كامل الطلبه، بلغوهم بلي راه المفروض راه اجباريه الحصه هكذا. اذا ما كان والو والمعذره، ربما راني ديتكم وقت كثير في هذه، ما بليش على بالك راني كثرت عليكم في، لكن كان صح نشوفها نصيحه ومسؤوليتي كاستاذ يعني، ولا عندي الفرصه نهضر معكم نبلغها لكم. هذه هي، بارك الله فيكم، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الاحد في اول حصه حضوريه انتروداكسيون على كومبيلاسيون. السلام عليكم.